يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم غاية في الأهمية، أخبار عديدة سواء بتتعلق بالنادي الأهلي وفريقنا الكبير فريق النادي الأهلي المتواجد في جنوب أفريقيا استعدادا لمباراة سان داونز، أو أخبار أخرى متنوعة سواء محليا أو عالميا هنستفيض في الحديث عنها على مدار حلقة اليوم. ضيف حلقتنا كمان النهارده هيكون الأستاذ رامي رجب الناقد الرياضي بجريدة الدستور، وكلام مفصل عن بعض الملفات الهامة جدا على الساحة الرياضية المصرية تحديدا. أهم العناوين نبتدي بيها، يلا. الأهلي واصل تدريباته في بريتوريا. فايلر يقرر التدريب في 3 عصرا يوميا حتى موعد اللقاء. عبد الحفيظ جاهزون لمواجهة سان داونز ونتيجة الذهاب خارج الحسابات. 30,000 مشجع لمباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا. أولمبياد طوكيو 2020 مهددة بالتأجيل بسبب فيروس كورونا. والليلة قمة بين ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي. مباراة الأهلي وسان داونز بإذن الله كلنا مترقبين هذه المباراة، مباراة يوم السبت في تمام الساعة 3 عصرا، ميعاد صعب شوية مش متعودين عليه، لكن هنتعود عليه وهنقدر نواجه الفريق ده في أي وقت هم عايزين يلعبوا فيه. احنا فريق كبير ولعيبة تقيلة جدا عندنا في القايمة، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يوفق هذه المباراة ويرجع بتذكرة التأهل لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. إحنا مش الهدف الأساسي بتاعنا التأهل، لا، إحنا الهدف الأساسي بتاعنا بطولة دوري أبطال أفريقيا، بطولة غايبة وحشانة، بقالنا كتير ما بناخدش البطولة دي، بقالنا كتير ما بنروحش وما بنعيش أجواء كأس العالم للأندية. بإذن الله خطوة خطوة كده ونركز مع الفريق واحدة واحدة، ويبقى التركيز كله منصب على المباراة اللي جاية، وإن شاء الله بإذن الله مع نهاية البطولة ومن نهاية المشوار نقدر إن احنا ناخد هذه البطولة الغائبة عن دولاب بطولات النادي الأهلي. الفريق ماشي بشكل جيد جدا في استعداداته، سافر مبكرا وده أمر كان غاية في الأهمية، توقيت التدريبات وده هتكلم فيه مع حضراتكم على مدار الحلقة كمان بخصوص المواعيد وكل الأمور وكواليس النادي الأهلي هناك في جنوب أفريقيا وتحديدا في بريتوريا. الأمر المهم جدا بالنسبة لي هو طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رأس البعثة، وده أمر غاية في الأهمية رغم ظروفه الصحية اللي كلنا عارفينها يعني، لكن الراجل كان مصر جدا على ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي رغم هذه الظروف اللي بيمر بيها، وكنوع من انواع الدوافع المهمه جدا للاعيبه النادي الاهلي اللي عارفين واجباتهم كويس جدا، عارفين المطلوب منهم ايه خلال المباراه دي، عارفين ازاي يفرحوا جمهور النادي الاهلي، عارفين ازاي يعوضوا الهزيمه بتاعت السنه اللي فاتت، ودايما لازم نعيد ونزيد، التعويض هيكون من خلال التاهل باذن الله، مجرد التاهل، احنا مش عايزين حاجه ثانيه. شوط اول خلص هنا في مصر 2-0، الاهلي تفوق، لكن هو خلاص شوط للنسيان، هننسى النتيجه، هننسى المباراه، هننسى اي حاجه حصلت فيها، احنا هنركز في المباراه اللي جايه، ازاي نتعامل مع فريق سان داونز على ارضه ووسط جماهيره، فريق صعب جدا. وشفنا مباريات عديده والفريق ده في الحقيقه قدر ان هو يكسب فرق كبيره جدا في القاره يعني، وخصوصا ان هو ايضا من الفرق الكبيره في القاره، فاكيد في دراسه جيده واستعداد جيد من النادي الاهلي لهذه المباراه في ظل متابعه وحافز اضافي بتواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في البعثه. في جزئيه بكاري جسامه في تخوف شويه بموضوع بكاري جسامه، خلينا نقف عند قصه بكاري جسامه شويه ونتكلم فيها، لان الناس على مدار الفتره اللي فاتت كلها من ساعه ما تم الاعلان عن حكم مباراه الاياب ما بين الاهلي وسان داونز، ناس كتير جدا اتكلمت على الخوف من تواجد بكاري جسامه وادارته لهذه المباراه. لكن في كل الاحوال انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه مهمه جدا، وهو فيما يتعلق بمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، اللي من ساعة ما تم الإعلان على أن بكاري جسامة هو حكم لقاء الذهاب وكان في اتصالات مسموعة ومكتوبة تواصل ما بين النادي الأهلي مع الاتحاد الأفريقي بخصوص هذا الحكم، وبخصوص يعني عايزين نقول إيه الاعتراض على تواجده في مباراة الإياب أمام النادي الأهلي والتخوف أو الحذر الشديد من إدارة هذا الحكم لمباراة الإياب بسبب السوابق الكتير اللي احنا عشناها مع بكاري جسامة في الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت. لكن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مباشرة اتحرك
ويتواصل مع الاتحاد الافريقي من خلال مين؟ من خلال المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للكاف، وارسل خطابات عن طريقه للاتحاد الافريقي بيتكلم فيه عن الحكم بكاري جسامه. مش اعتراض او مش موضوع ان احنا نغير الحكم او حاجه ولا كلام من ده، لكن هو مجرد تخوف من اداره المباريات بسبب ما حدث في بعض المناسبات السابقه من خلال بكاري جسامه. هو بس عايزين نوضح القصه، يعني هو مش تدخل في قرارات الاتحاد الافريقي. النادي الاهلي بيحترم جدا جدا الاتحاد الافريقي وكل اعضائه ورئيسه وكل هذه الامور، احترام شديد وثقه كبيره، ما فيش نقاش في الجزئيه دي. لكن النادي الاهلي بيطلب حاجتين مهمين جدا. اولا موضوع الاهلي لما بيعترض او لما ارسل خطابات للاتحاد الافريقي مش عايز تحيز من الحكم خالص اطلاقا، لا، الاهلي طالب العداله التحكيميه، عداله تحكيميه في ارض الملعب، مش عايزين اكتر من كده. الحاجه الثانيه اللي ممكن يكون بيطلبها النادي الاهلي وهو ان يكون في رقابه لاداء الحكم، العيون في الاتحاد الافريقي تتابع اداء هذا الحكم، ينبهوا عليه، خليك محايد، خليك عادل في ارضيه الملعب. بس مش عايزينه يحكم للاهلي، مش عايزينه يحكم لاي فريق، لا، الاهلي مش هيوصل للدور ده غير لو هو قادر ان هو يوصل للدور ده من غير مساعده او مسانده حكام اطلاقا. يعني النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي عارف مشواره كويس جدا، عارف ازاي يقدر يتخطى العقبات اللي بتقابله، لكن في نفس الوقت من ضمن العقبات اللي بتبقى صعبه جدا وهي عقبه الحكام اللي دايما بيعاني منها على مدار فترات كبيره النادي الاهلي في الحقيقه. وبالتحديد لما نيجي نتكلم كده على بكاري جسامه شويه، نجيبها من الاخر الاول. هو ادار حوالي 8 مباريات للنادي الاهلي في تاريخه، يعني 2 تعادل و3 فوز للاهلي و3 هزيمه للاهلي. لكن في اهم المباريات اللي لعبها بكاري جسامه او اللي ادارها بكاري جسامه للنادي الاهلي كانت مباراه السنه اللي فاتت مثلا، مباراه الاياب مع صن داونز واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 1-0. لكن كان في علامات استفهام كبيره جدا على اداء الحكم في المباراه، يعني زي مثلا الصفاره الكتير، تعطيل اللعب، تعطيل الريتم، ضربه جزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي، هدف ما اتحسبش لجونيور اجاييه. يعني كان واضح ان هو متعنت ضد النادي الاهلي، مش محايد، احنا عايزينه محايد تمام، لكن هو كان متعنت، كان مصر على تعطيل اللعب، الاداء الخاص بالنادي الاهلي في هذه المباراه، قررت تعطل تخليك كده ايه رتمك خلاص، يعني بتموت الماتش يعني بلغه الكوره تمام. عندك كمان مباراه الوداد لو نفتكر في 2017 نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، لما الاهلي راح هناك في الوداد، ملعب الوداد، ومباراة خلصت 1-0 لفريق المغربي. لكن في نفس الوقت كان في ضربة جزاء على ما أتذكر، على ما أتذكر لوليد أزارو، كان في برضو تعطيلات كتيرة جدا للمباراة، كان في مشاكل، الراجل يعني بصراحة ما قدرش يدير المباراة بشكل حيادي برضو، وده المطلوب دايما من أي حكم في الدنيا يعني. فكلها مناسبات وسوابق كتير لبكاري جسامه مع النادي الاهلي. لكن اللي لازم اكد على حضراتكم فيه بالتحديد، بالتحديد يوم 17/2، يوم 17/2 النادي الاهلي ارسل خطابا للاتحاد الافريقي عن طريق المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للكاف بخصوص حكم مباراه الاياب مع فريق صن داونز وهو بكاري جسامه، والكلام كان بخصوص التخوف من اداره الحكم لهذه المباراة بسبب ما حدث سابقا في مباريات النادي الأهلي، وكان تحرك سواء عن طريق الاتصالات أو عن طريق الخطابات. اللي عايز أوضحه لحضراتكم واللي أكده لحضراتكم أن إدارة النادي الأهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب بنفسه تواصل وتحرك بخصوص، أتمنى أن التحرك ده يجي بالشكل الإيجابي، وأن المهندس هاني بوريدة يوصل الرسالة بشكل إيجابي للاتحاد الأفريقي دون تدخل إطلاقا في قرارات الاتحاد الحكم، عشان يقدروا لما يجوا يقيموه بعد كده يقيموه صح بسبب اخطائه الكبيره جدا جدا بالتحديد مع النادي الاهلي. يعني عايزين كمان ان هو يكون محايد في الملعب، يبقى في عداله تحكيميه، احنا مش عايزين تحيز اطلاقا اطلاقا للنادي الاهلي، الاهلي مش محتاج تحيز. وفي جزئيه مهمه انا عايز اقولها لحضراتكم برضه، يعني احنا في الاتحاد الافريقي او في بطولات دوري ابطال افريقيا تحديدا لحد دلوقتي عيب جدا لما نكون بنتكلم على دور ربع النهائي وفي فرق بتتخوف من الاداء التحكيمي، نفسنا الجزئيه دي ما تبقاش موجوده في قاره افريقيا، ما تبقاش موجوده في البطولات الافريقيه يعني. لكن في نفس الوقت الحكام هم اللي بيعملوا كده من خلال قراراتهم وتعنتهم ضد بعض الانديه بشكل عام، وبالتحديد بخصوص بكاري جسامه وتعنته ضد النادي الاهلي يعني. لكن الاكيد ان النادي الاهلي اتحرك والكابتن محمود الخطيب اتحرك بشكل كبير جدا في اطار مراقبه الحكم وفي اطار طلب
حياد في المباراة والعدالة التحكيمية ليس إلا. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الإياب، نتمنى أن الحكم يكون موفق ويكون في يومه إن شاء الله عشان نشوف مباراة جيدة، وإن شاء الله الأهلي يوفق في هذه المباراة. لما يكون التوفيق حليفك وتلعب مباراة جيدة وتقدر تكسب ماشي حلو اكسب، احنا ده اللي عايزينه، بس في نفس الوقت مش عايزين عقبة مهمة جدا زي الحكم يكون متعنت ضد النادي الاهلي، بس هي دي الجزئيه لازم نوضحها للناس، احنا مش عايزين راجل يبقى متعنت ضد النادي الاهلي زي الماتشات اللي قبل كده. احنا عايزينه يبقى محايد في الملعب والفريق الجيد والفريق الاقوى هو اللي يكسب، اللي ان شاء الله يكون النادي الاهلي في هذه المباراه. فدي جزئيه مهمه جدا حبيت اوضحها لحضراتكم بخصوص بكاري جسامه وبخصوص تحرك اداره النادي الاهلي في هذا الشان تحديدا يعني. كل الأحوال نتمنى له التوفيق، في كل الأحوال نتمنى أن المباراة تخرج بالشكل التحكيمي اللائق، وبإذن الله بإذن الله كمان النادي الأهلي يقدر يتأهل لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. دي جزئية مهمة حبيت أتكلم فيها مع حضراتكم مع بداية حلقة اليوم. لكن الأهم كمان بالنسبة لنا استعدادات الفريق، الفريق ماشي بشكل كويس جدا في استعداداته، وصل امبارح الصبح كان عنده مران خفيف جدا، مران استشفائي بعد الوصول بخصوص طبعا تجنب الإجهاد، رحلة الطيران رحلة الطيران مش مرهقة قوي، لكن هي كانت عدد ساعات كبيرة حوالي 10 ساعات يعني، فأكيد هيبقى فيه إجهاد، فأنت لازم هيبقى ليك تدريبات استشفائية بشكل معين، وده البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر لتجنب الإجهاد وللتعامل كمان مع الأجواء هناك في بريتوريا في جنوب افريقيا. والسفر المبكر في الحقيقه كانت ميزه كبيره جدا للنادي الاهلي. انا عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان النادي الاهلي عمل تعديل بخصوص ملعب التدريبات الخاص به في جنوب افريقيا ابتداء من اليوم. كان المفروض النادي الاهلي هيتمرن في ملعب معين كده، لكن الملعب ده يعني مش جاهز او خلاص تم الاستقرار على ان التدريبات هتكون على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بدلا من ملعب كلية التكنولوجيا في مدينة بريتوريا. وخلاص التدريبات ابتدت من النهاردة في تمام الساعة 3 عصرا. دي جزئية مهمة بالمناسبة، احنا عارفين النادي الاهلي السنة اللي فاتت يعني كان عنده مشاكل في مباراة الذهاب مع صن داونز لما خسرنا نتيجة كبيرة بسبب توقيت المباراة بسبب الاجواء الكلام من ده. انا شايف او كلنا متابعين في الحقيقة ان النادي الاهلي بيتفادى تكرار يعني اخطاء ممكن يكون تعرض ليها بدون قصد خلال السنه اللي فاتت، وعشان يقدر يتعامل مع هذه المباراه بالشكل الانسب والمطلوب عشان يقدر يتخطى هذه العقبه الصعبه، احدى اصعب العقبات في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهو اكيد نادي صن داونز ده يعتبر النادي الابرز في دور الثمانيه بجانب النادي الاهلي بالطبع يعني. لكن الجزئيه المهمه ان النادي الاهلي كل يوم من النهارده لغايه يوم الجمعه اللي جايه باذن الله التدريبات هتكون في تمام الساعه 3 عصرا، وده امر غايه في الأهمية. خليني أقول لحضراتكم كمان أن مستر ريني فايلر سبق الفريق النهاردة قبل التدريبات عشان يعاين أرضية الملعب ويلقي نظرة على الأرضية عشان يطمن بشكل كبير جدا، والأمور كانت ماشية بشكل ممتاز، وهو كان سبق الفريق قبل الفريق بنص ساعة، وبعد تالي الفريق حصله وشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي أو أدوا التدريبات بشكل طبيعي جدا. بجانب كمان اجتماع مستر ريني فايلر مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز المعاون فندق الاقامه، والاجتماع ده كان بخصوص التحدث في كافه التفاصيل المتعلقه بما قبل مباراه الاهلي وصن داونز، سواء فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي، فيما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات، وده امر غايه في الاهميه، ويعني الامور كلها بتبقى ماشيه بالسنتي زي ما بيقولوا كده. النادي الاهلي ما بيفوتش حاجه، ودايما الاستعداد بيكون على أكمل وجه خصوصا في مباريات قوية زي دي. البرنامج بخصوص بعثة النادي الأهلي لحد مباراة صن داونز يوميا التدريبات زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلت لحضراتكم، والتدريبات يوميا هتكون في تمام الساعة 3 عصرا بملعب الجامعة للتكنولوجيا في مدينة بريتوريا. خليني أقول لحضراتكم كمان من ضمن الأخبار أن مسؤول صن داونز اللي هو ترون ملوتو ده مدير نادي صن داونز الجنوب افريقي كان زار مقر البعثه النهارده عشان ينسق مع الجهاز الاداري سواء كابتن سمير عدلي او محمد اسامه اداري الفريق للحديث عن الجوانب الاداريه المتعلقه بموعد ومقر الاقامه ومقر الاجتماع الفني كمان والمران الاخير للنادي الاهلي وكافه الامور المتعلقه بالنواحي التنظيميه لمباراه يوم السبت باذن الله عشان يبقى فيه اطمئنان كبير بكافه الجوانب. خليني اقول لحضراتكم بخصوص التدريبات النهارده كان في تدريبات مهمه جدا لحراس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير المتواجدين في القائمه، وتدريبات كانت قويه تحت قياده يانكون ميشيل
مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كمان كان في تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ، واللي اتكلم بشكل مستفيض شويه عن هذه المباراه، وقال ان اللاعبين جاهزين وان الفريق ككل جاهز لمباراه سان داونز بشكل تام. وكمان تطرق ان المباراه الاولى كانت صفحه واتقفلت خلاص، احنا كسبنا 2-0، لكن احنا بنركز في المباراه اللي جايه على اننا ما لعبناش المباراه الاولى دي خالص، احنا داخلين المباراه دي عشان نكسب وعشان نأدي بشكل جيد وعشان نحقق الهدف المنشود وهو التاهل لدور نصف النهائي. تطرق كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ لقوه فريق سان داونز، وقال ان هو احد اقوى فرق البطوله، وفي نفس الوقت احنا فريق قوي ونقدر نتعامل مع هذه المباراه بالشكل المطلوب. قال ان المباراه صعبه ومحتاجه طبعا التركيز الشديد. نفس الحال بالنسبه للكابتن سامي قمصان مدرب الفريق، واللي قال ان النادي الاهلي درس سان داونز بشكل جيد جدا وجاهز للعوده بتاشيره الصعود. تطرق لجاهزيه الفريق وتطرق كمان لكل ما يتعلق بالنادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا. قال ان الامور ماشيه بالشكل الايجابي جدا، قال ان الرحله كانت شاقه نوعا ما لكن احنا بنقدر نتعامل مع هذه الامور. قال ان انا عارف ان في تفاؤل كبير عند جمهور النادي الاهلي واحنا قادرين على اسعاد الجمهور الاهلاوي في كل مكان. قال ان مباراه الذهاب كانت الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الشوط الثاني وهو الشوط الحاسم اللي هيكون في جنوب افريقيا ده الاهم، وان شاء الله باذن الله نادي بنفس القوه اللي اديناها في مباراه الذهاب. قال ان فريق سان داونز عنده استقرار فني وعنده تنوع في اساليب لعبه. كمان تطرق لان الاهلي درس اكتر من مباراه لفريق سان داونز، الوقوف على نقاط القوه والضعف في هذا الفريق وكيفيه التعامل معه. وخلاص سان داونز اصبح كتاب مفتوح يعني بالنسبه للنادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي اصبح كتاب مفتوح بالنسبه لفريق سان داونز ومديره الفني. كمان اشاد الكابتن سامي قمصان وتطرق لاهميه السفر المبكر عشان يتم التاقلم على الاجواء، وفي الحقيقه كانت خطوه رائعه جدا جدا من قبل النادي الاهلي لتفادي اي امور قد تواجه الفريق هناك في جنوب افريقيا. كمان كابتن سامي قمصان قال ان تواجد الكابتن محمود الخطيب مع البعثه وعلى راس البعثه ده امر غايه في الاهميه وحافز اضافي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين في تحقيق نتيجه ايجابيه نقدر من خلالها ان احنا نتاهل ل نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى. طيب بالعوده كمان للنادي الاهلي او باستكمال اخبار النادي الاهلي، عايز اتكلم بالتحديد على حمدي فتحي، وامر يعني جيد جدا ومبشر جدا بخصوص اللاعب. والطبيب الالماني خلاص هيرمان ماير قال ان حمدي فتحي الامور بالنسبه له ماشيه بصوره نموذجيه، وان اللاعب في طريقه للعوده ان شاء الله باذن الله للتدريبات، يعني قدامه شويه لكن الحاله مطمئنه جدا، كل البرنامج المحطوط للاعب ماشي على ما يرام بالشكل المطلوب بالشكل اللي يساعد على عوده اللاعب سريعا باذن الله للتدريبات الجماعيه. واحنا عارفين كان في مراحل عديده بالنسبه لحمدي فتحي بعد ما اصيب بقطع في غضروف الركبه، نتمنى له العوده سريعا، احد اللاعبين المميزين جدا في صفوف النادي الاهلي واللي اكيد تاثر النادي الاهلي بغيابه. طيب احنا نوصل لجنوب افريقيا ونقرب من الصوره بشكل اكبر واوضح عشان نطمن على فريق النادي الاهلي في استعداداته قبل مباراه سان داونز يوم السبت ان شاء الله باذن الله تعالى. عشان كده عايز اروح لزميلي العزيز فاروق صلاح مرافق بعثه النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، طمنا لنا كل كواليس الفريق الجديد اللي عندك بخصوص استعدادات النادي الاهلي لمواجهه السبت المرتقبه امام سان داونز باذن الله. يعني خليني من البدايه امير نتكلم النهارده على حاله الطقس الرائعه الاكثر من رائعه النهارده اللي بتشهدها بريتوريا، بتحديد بريتوريا في جنوب افريقيا. حاله طقس اكثر من رائعه، سطوع الشمس في كل مكان، خلاص توقف سقوط الامطار بالامس، وزي ما قلنا امير واتكلمنا ان الامس كان هو اخر يوم في سقوط الامطار، لكن النهارده بادئ الجو اكثر من رائع، الظروف مهيئه، نتمنى استمرار هذا الطقس حتى موعد مباراه الاهلي وسان داونز في يوم السبت القادم بمشيئه الله. بخصوص اليوم النهارده وكواليس اليوم يا امير، النادي الاهلي النهارده كان لاعبي النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 11:30 ظهرا، ثم كان التجمع والتحرك
التحرك الى ملعب التدريب اللي كان يعني النهارده حصل تبديل برضو امير في ملعب المران النادي الاهلي، يعني تم تغيير الملعب من ملعب توس واني الكليه التكنولوجيه الى ملعب ومجموعه ملاعب اكثر من رائعه، هي مجموعه ملاعب جامعه بريتوريا اكثر من 18 ملعب يا امير، وحاله ملاعب بصوره اكثر من رائعه. كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي كان تفقدوا الملاعب، وتم اختيار هذه الملاعب ايضا لقرب يعني لقرب المسافه ما بينها وما بين مقر اقامه النادي الاهلي، بتبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي 15 دقيقه. شفنا الملاعب حاله اكثر من رائعه، النادي الاهلي هيستمر في اداء مرانه على هذا الملعب يعني النهارده ويوم الاربعاء ويوم الخميس، ثم يوم الجمعه يا امير باذن الله يكون الملعب او المران على الملعب اللي هتقام عليه المباراه، ملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف مباراه الاهلي وصن داونز. كواليس اليوم ايضا يا امير قبل ما نتكلم على تدريب النادي الاهلي، النهارده معالي السفير شريف عيسى كان في اجتماع وحضور لمقر اقامه النادي الاهلي ومسؤول السفاره مع الكابتن محمود الخطيب لبحث كل الامور، تذليل كل الامور والعقبات لفريق النادي الاهلي، حاله الاتصال المستمره دايما اللي بنشوفها وبنشكر عليها مسؤول السفاره المصريه مع الكابتن محمود الخطيب، ايضا الاجتماعات اللي بتتم ما بين افراد الجهاز الفني مستر ريني فايلر مستر ديفيد مستر توماس مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مع الكابتن سامي قمصان مع شعيب المعد النفسي. ايضا من الامور المهمه جدا يا امير برضو اللي احنا عايزين نقولها وننوه عليها من خلال قناه النادي الاهلي، اصطحاب النادي الاهلي الى طبيب تغذيه والدكتور عبد الرحمن، وده طبيب للتغذيه مع النادي الاهلي، كان ضم الفريق للجهاز الفني للنادي الاهلي خلال الاسابيع الماضيه، وجوده ان هو يكون موجود ايضا امر مهم جدا في ظل اللي انت هتلعب مباراه في يعني في تبقى الساعه 3 عصرا في ظل ارتفاع درجه حراره ويعني نقص الاكسجين، فدي من الامور المهمه يعني الاحاديث والاجتماعات اللي بتدور ما بين افراد الجهاز الفني على المباراه والاستعداد. ايضا يا اميره اطمنك على الحاله الفنيه والحاله البدنيه والحاله الطبيه لعيبه النادي الاهلي، يعني النهارده لو بدانا نتكلم بقى عن المران، النهارده علي معلول نزل المران النادي الاهلي ولكن اكتفى بالجري حول الملعب، يعني علي معلول ابتدى الجري لمده 45 دقيقة وبمشيئة الله هيكون غدا يا امير باذن الله موجود مع اللاعبين في المران الجماعي، يعني انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي بعد يعني ما اتكلمنا مع الدكتور خالد محمود طمنا ان هو هيكون موجود خلاص يعني بصفة اكيد ان شاء الله خلال المران الجماعي غدا، وهيكون موجود باذن الله مع فريق النادي الاهلي في المباراة باذن الله. ايضا احمد فتحي جونيور اجاي اللي كان اللعيبة اللي كان اثير بعض الاقوال عن شعورهم بالايجاد، لا كانوا موجودين النهارده وادوا مران اكثر من رائع ومران قوي جدا. قبل ما نتكلم على المران يا امير يعني قبل بداية المران الكابتن محمود الخطيب حرص ان هو يتكلم مع اللاعبين قبل انطلاق المران، يعني ذكر اللاعبين باهميه هذه المرحله واهميه المباراه، وطالب اللاعبين بالاستمرار على نفس الاداء الرجولي اللي شفناه في استاد القاهره وتحقيق الفوز على فريق صن داونز. فريق صن داونز مميز وفريق قوي جدا، ولكن احنا عندنا الثقه طبعا في فريق النادي الاهلي، ويعني لعيبه النادي الاهلي لمست هذا الكلام خاصه مع وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيسا للبعثه. ثم انطلق المران يا امير مستر توماس كان يعني كان مختص بالجزء البدني مع لعيبه النادي الاهلي لمده 25 دقيقه، ثم تم تقسيم الفريق لمجموعتين وقدر مستر ريني فايلر اختص شويه الجانب لعيبه خط الوسط وهي خط الدفاع ببعض الامور وبعض الجمل اللي بيبقى حريص عليها ان هو يطبقها في هذا اللقاء. كابتن سامي قمصان والمستر ديفيد انفرد شويه بمجموعه اللاعبين المهاجمين لتنفيذ بعض الجمل. على الجانب الاخر مستر ميكيلي ينكون مدرب حراس المرمى وتمرين شاق وقوي جدا حراس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. ثم اختتم الفريق بتقسيمه في ثلثين الملعب يا امير ما بين فريقين ينتهي بفوز احد الفريقين 4-0، ولكن يعني زي ما قلت لك كان مران قوي جدا. الحاله الفنيه والحاله البدنيه للاعبي النادي الاهلي حاله مبشره جدا يا امير، حاله التركيز اللي بنشوفها في عيون لعيبه النادي الاهلي، والنقطه المهمه جدا يا امير ان لعيبه النادي الاهلي خلاص نسيت صفحه مباراه الذهاب، اللعيبه كلها مركزه جدا في مباراه الاياب واكنها هي مباراه واحده من شوط واحد، خلاص احنا مباراه الدور مباراه الذهاب انتهت خلاص احنا عندنا مباراه ثانيه دون النظر لنتيجه مباراه الذهاب. طبعا برضو امير يعني من جانب الكواليس الاخرى لفريق صن داونز، فريق صن داونز ايضا كان حصل على راحه سلبيه من يعني لمده 3 ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، هيبدا مرانه استعدادا للنادي الاهلي من الغد، بنحاول برضو ان احنا نتابع الكواليس هناك امير ونعرف الاخبار، لكن يعني انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، الجهاز الفني لعيبه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، بطمنك بطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هنرجع من هنا مكللين ان شاء الله بالانتصار ومعانا تذكره الصعود الى الدور نصف النهائي بمشيئه الله يا امير.
باذن الله يا فاروق. انا عايز اطمن برضو زي ما طمنتنا كده على معلول، نطمن على احمد فتحي واجاييه، حالتهم اخبارها ايه؟ هل جاهزين بيشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي ولا لا؟ يعني انا اطمنك يا امين على امير على احمد فتحي وجونيور اجاييه. يعني جونيور اجاييه النهارده ما شاء الله تقسيمه اكثر من رائعه، من اجمالي 4 اهداف. يعني النهارده كان جونيور اجاييه في التقسيمه مع احد الفريقين، جونيور اجاييه احرز 2 بجمل فنيه وترابط، شفت ترابط رهيب ما بينه وما بين احمد فتحي. احمد فتحي ادى تقسيمه اكثر من رائعه، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي على احمد فتحي. جونيور اجاييه حاله كل اللاعبين يا امير زي ما قلت لك، اللي كان اثير بعض الاقاويل عن شعورهم بالايجاد، لكن النهارده جونيور اجاييه ادى تقسيمه لقت استحسان الجميع، كل من في الملعب. ايضا كان موجود النهارده في المران فريق النادي الاهلي جانب من مسؤولي السفاره المصريه برفقه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن سمير عادلي، حرصوا ان هم يكونوا موجودين في مران النادي الاهلي، ويعني الجميع بيتكاتف من اجل الوصول لهدف وهو الصعود الى مباراه نصف النهائي ان شاء الله، ومن ثم ان شاء الله احراز لقب البطوله. لكن يا امير زي ما بقول لك، الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، الحاله الطبيه لكل لعبت النادي الاهلي بتبشر بخير ان شاء الله. احمد فتحي تقسيمه اكثر من رائعه، من احمد فتحي تقسيمه اكثر من رائعه، من ديانج، من محمود متولي، من السوليه، من ياسر ابراهيم، من ربيعه، من حسين الشحات، من احمد الشيخ، من جيرالدو، من كل اللاعبين يمين، من اليو باجي، من مروان محسن. يعني انا مش عايز استثنى احد اللاعبين، يعني ومحمد هاني وايمن اشرف، كل اللاعبين يا امير عشان ما ننساش احد اللاعبين. لا ان شاء الله كل لعبت النادي الاهلي مستعده كويسه جدا، كويس جدا لفريق صن داونز، وان شاء الله يا امير لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق الانتصار بمشيئه الله هنا في بريتوريا معقل فريق صن داونز بمشيئه الله. طيب فاروق، الاجواء الجماهيريه عندك عامله ازاي؟ يعني الجمهور الجنوب افريقي لما بيقابل النادي الاهلي بيتعامل معاه ازاي؟ او لما بيقابل لاعبي النادي الاهلي هل في تواصل، بيتكلموا، بيشاوروا مثلا كلام من ده، نتيجه معينه، بيحفزوا نفسهم، بيأثروا نفسيا على لعيبه النادي؟ اوصف لنا يعني كيف كان التعامل من قبل جمهور الجنوب افريقي مع النادي الاهلي. يعني خلينا اكلمك يا امير في شقين، يعني خلينا نتكلم في شقين. الشق الاولاني خاص باهل جنوب افريقيا او الموجودين في بريتوريا. تمام. النهارده اثناء استقلال لاعبي النادي الاهلي للحافله للتوجه الى ملعب التدريب، شفنا الافراد من الشعب، من شعب جنوب افريقيا والمقيمين هنا ببريتوريا في حاله يعني سعاده لمجرد رؤيه فريق النادي الاهلي. ايضا كان خروج بعض طلاب المدارس اللي كانوا فرحانين جدا، ويعني كانوا يرتدوا الرداء الاحمر فرحانين جدا بوجود اسم وقيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا امير زي ما انت عارف بيتمتع بشعبيه جارفه في كل انحاء القاره الافريقيه، مش في جنوب افريقيا وبريتوريا بس، ولكن هنا بريتوريا هنا معقل فريق صن داونز، ان هو الشعبيه الاولى والكبرى لفريق صن داونز بالنسبه لفرق جنوب افريقيا. يعني مع الاحترام لكايزر تشيفز واورلاندو بايرتس، ولكن هو فريق صاحب الشعبيه الكبرى. الحديث والشق الثاني يا امير على المباراه من جانب وسائل الاعلام، وسائل الاعلام ايضا وشعبيه فريق صن داونز، بدات وسائل الاعلام ان هي يعني تدي الامل للعيبه صن داونز في ضروره احراز الفوز وضروره احراز الفوز على النادي الاهلي، وده ان شاء الله امر لا نتمناه ومش هيحصل بمشيئه الله. الشق الثاني يا امير ان توافد الجماهير، جماهير فريق صن داونز على شراء التذاكر، اللي بدا طرح التذاكر من يوم السبت الماضي. سعه الاستاد، استاد لوكاس موريبي، تتسع ل 25,000 متفرج. اعتقد يا امير هيكون مليء تماما بالجماهير، كل جماهير فريق صن داونز خلاص يعني اقبال شديد على شراء التذاكر. قيمه المنافسه اللي موجود مع فريق صن داونز، اسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي اللي بيتمتع بكل يعني كل القدر وكل الاحترام. يعني عايز اقول لك يا امير، احنا في كل مكان احنا بنفتخر بانتمائنا لان احنا افراد منظومه النادي الاهلي. والله يا امير انا بقول لك صراحه امام الكاميرا قدام كل الناس، انا واحد من الناس وكلنا فخورين جدا بالانتماء لكيان عظيم اسمه النادي الاهلي. السعاده اللي بنشوفها في وجوه الناس يعني انت بتحس من خلالها يا امير. انا بتكلم معاك يعني بعيدا عن الدبلوماسيه، بتكلم من القلب والله يا امير. الطبيعه اللي بنشوفها، انطباع الناس عن التعامل مع النادي الاهلي، الناس لما بتشوف الكابتن الخطيب، الناس لما تشوف افراد لعيبه النادي الاهلي، الناس لما بتشوفنا احنا افراد منظومه قناه النادي الاهلي، عايز اقول لك يا امير بتخليك انت وانت واقف مكانك انت بتفتخر فعلا بانتمائك لكيان عظيم اسمه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا امير خيره على الكل، النادي الاهلي اسم كبير، النادي الاهلي احنا فعلا كلنا يا امير بنمشي وبنسير تحت مظله النادي الاهلي.
يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق بعثه النادي الاهلي، الراجل في الحقيقه حطنا في الصوره بشكل كبير جدا وطمنا على لاعيبه النادي الاهلي وكل الاستعدادات اللي بتتعلق بالفريق قبل انطلاق مباراه يوم السبت، هذه المباراه الهامه والمرتقبه واللي بينتظرها كل جماهير النادي الاهلي علشان باذن الله الفريق يقدر يتاهل لدور نصف النهائي. فبالتالي احنا هنفضل مستمرين مع حضراتكم في المتابعه لاخر الاستعدادات على مدار الحلقه، على مدار الحلقات القادمه. قناه النادي الاهلي نفسها اكيد على مدار اليوم بالكامل بيبقى فيه كواليس الاستعدادات، كواليس الرحله كلها، فاكيد لازم طبعا حضراتكم اول باول. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه بكل تاكيد لانك بتلعب فريق قوي زي فريق صن داونز. خلينا نقول لحضراتكم ابرز مباريات اليوم سريعا قبل ما نروح لاخبار الاهلي في الصحف. النهارده في ماتش جامد جدا قوي يعني بصراحه ما بين تشيلسي وليفربول في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مباراة قوية جدا دي في تمام الساعة 10:45 مساء، بخلاف مباراتين آخرتين ما بين ويست برومتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد وريدينج مع شيفيلد يونايتد. ويست برومتش بالمناسبة مش هيلعب أحمد حجازي بسبب الإصابة الأخيرة اللي تعرض ليها. دي أهم مباراة اليوم. خلينا نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. جريدة الأهرام: الأهلي يعلن جاهزية فتحي وأجاير صن داونز، فايلر يطالب لاعبيه بنسيان الفوز بالقاهرة لاستعادة اللقب الغائب. الأخبار: مخاوف من غياب الغول معلول، الأولاد يطاردون الأهلي في بريتوريا بإشارة الخماسية. قائمة محظورات من فايلر للاعبين أهمها الاستجابة للاستفزازات. الجمهورية: سباق مع الزمن لتجهيز معلول وأجاييه، الأمطار تستقبل الأهلي في بريتوريا. الشروق: الأهلي يطمئن على قوته الضاربة قبل مواجهة العودة أمام صن داونز الأمامية، لن تبعد معلول تحسن حالة أجاييه وأحمد فتحي، فايلر يبرر سفر مبكرا إلى جنوب أفريقيا ويتسلم تقريرا عن تفاصيل الإقامة. المصري اليوم: الأمطار تستقبل الأهلي في بريتوريا واللاعبون يشكون الإجهاد، فايلر يعالج أخطاء مواجهة الذهاب، طبيب الفريق يؤكد جاهزية أجاييه وإجراءات مكثفة لتأمين البعثة. المساء: فور الوصول إلى بريتوريا، الأهلي تحت الحراسة المشددة، فايلر اطمأن على جاهزية فتحي ومعلول وأجاييه، والأمطار تجبر الفريق على المران بالفندق، الخطيب طالب اللاعبين بالتركيز وتخطي صن داونز. الوطن: الإصابات صداع في رأس الأهلي قبل لقاء صن داونز، الخطيب يجدد عقد فايلر، الأمطار تستقبل البعثة وإقامة التدريبات عصرا للتعود على الأجواء المناخية. الدستور: الجهاز يسابق الزمن لتجهيز معلول وفتحي لموقع صن داونز، تخطيط الأهلي تتحفظ على بقار وترحب بالعراقي. الحديث مستمر في الصحافة المصرية عن مواجهة يوم السبت القادم بين الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا، بالتالي احنا هنتناول مع حضراتكم بعض الأخبار ونعلق عليها. بالتحديد نبتدي بجريدة الأهرام واللي اتكلمت وقالت إن الأهلي يعلن جاهزية فتحي وأجاييه صن داونز. احنا اطمنا من زميلنا العزيز فاروق صلاح اللي متواجد في جنوب أفريقيا واللي تابع التدريبات على حالة كل اللاعبين، قال إن الكل جاهز بما فيهم علي معلول، النهارده كان عنده تدريبات بسيطة كده جري حوالين الملعب، لكن من بكرة بإذن الله تعالى هيشارك في التدريبات بشكل كامل مع الفريق وهيبقى جاهز لمباراة يوم السبت. بجانب طبعا معلول موجود احمد فتحي جاهز واجاييه جاهز والاثنين شاركوا في التقسيمه كمان بشكل جيد زي ما عرفنا. فايلر يطالب لاعبيه بنسيان الفوز بالقاهره لاستعاده اللقب الغائب. خلاص نتيجه مباراه القاهره دي نتيجه هي بتديك افضليه، لكن في نفس الوقت انت بتلعب المباراه اللي جايه على انك ما لعبش المباراه الاولى اصلا. ليه؟ لان انت لازم ما تفكرش في النتيجه الاولى عشان تحاول باذن الله تتفوق هناك على فريق صن داونز. مطلوب ان احنا نتفوق، مطلوب ان احنا نحرز هدف على الاقل، يا سلام لو كسبنا هناك ليه لا، احنا نقدر ان احنا نكسب هناك فريق كبير وصعب على ملعبه زي فريق صن داونز. عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. تعالوا نروح للاخبار. الاخبار تتكلم على مخاوف من غياب الغول معلول. خلاص ما فيش مخاوف ولا حاجه، معلول ان شاء الله من بكره هيكون جاهز. عندك ايه النهارده الثلاث؟
معلول هيشارك في تدريبات الاربعاء والخميس والجمعه، يعني دول كافيين جدا ان هو يكون جاهز للمباراه باذن الله تعالى. الاولاد يطاردون الاهلي في بريتوريا باشاره الخماسيه، وده اللي سالت فيه فاروق صلاح في الحقيقه، وطبيعي جدا يعني ان انت بتلعب في بلد مختلفه، مش بتلعب في بلدك، مش على ارضك، جماهير هناك مش جماهيرك، جماهير الفريق المنافس، فطبعا بيحاولوا ياثروا عليك نفسيا قبل مباراه الاياب، ممكن يشاوروا بعلامه النصر، يشاوروا بالخماسيه طبعا في اشاره لنتيجه السنه اللي فاتت، لكن كل ده مش مقياس اطلاقا، بالعكس دي كلها جوانب تحفيزيه لعيبه النادي الاهلي للجهاز الفني علشان باذن الله يتفوقوا على فريق صن داونز ويردوا الاعتبار من خلال التاهل باذن الله تعالى لدور نصف النهائي. مستر فايلر كمان زي ما الاخبار كده بتقول ان قامت محظورات من المدير الفني للاعبين اهمها الاستجابه للاستفزازات، يعني موضوع الاستفزازات ده مش موجود قوي يعني مع الفرق الافريقيه عكس فرق طبعا شمال افريقيا، لكن انت في نفس الوقت بتعمل حساباتك على كل شيء. انت بتلعب المباراه بتفكر ازاي تأدي، تفكر ازاي تنفذ واجبات المدير الفني اللي كلفك بيها، ما بتركز في المباراة بأكبر قدر ممكن عشان تقدر تحقق هدفك في التأهل بإذن الله تعالى. موضوع الاستفزازات وكلام من ده وارد ان هو يحصل، لكن دايما دايما النادي الأهلي بيبقى قادر في التعامل مع كل هذه الأمور. يعني نروح للجمهورية واللي بتتكلم على ان سباق مع الزمن لتجهيز معلول الواجهي، طمنا خلاص على الجزئيه دي. الامطار تستقبل الاهلي في بريتوريا وده كان امبارح، لكن النهارده الجو كان كويس زي ما قال لنا كمان زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي هناك في جنوب افريقيا. بمناسبه معلول يا جماعه، معلول جاهز يعني الامور هتبقى كويسه، لكن مش شرط اطلاقا ان هو يبتدي مباراه زي دي. احنا شفنا قبل كده مثلا مباراه الهلال، المباراه الاخيره في دور المجموعات هناك في السودان، يعني الناس كلها كانت متوقعه ان علي معلول يلعب اساسي، لكن لقينا ايمن اشرف لعب هذه المباراه وادى بشكل اكثر من رائع. هي كلها افكار وامور خاصه بالمدير الفني، هو بيفكر الانسب لكل مباراه من الجوانب التكتيكيه، جوانب فنيه، استراتيجيته هتبقى ايه، دفاعيه، هجوميه، على حسب كل الكلام ده هو هيكرر. مستر فايلر هيشوف هيبتدي بايمن اشرف، يبتدي بعلي معلول. احنا الاهم بالنسبه لنا ان الكل جاهز، الاهم بالنسبه لنا والاكثر اهميه كمان ايا كان مين الاسم اللي هيلعب، الاهم باذن الله تعالى الاهلي يتاهل ان شاء الله باذن الله. فالكل جاهز وده امر غايه في الاهميه. نروح للشروق. الشروق بتتكلم على ان الاهلي يطمئن على قواته الضاربه قبل مواجهه العوده امام صن داونز. هو في تخوف عند الصحافه المصريه في الحقيقه بخصوص الثلاثي المميز جدا سواء احمد فتحي معلول اجايه، لكن احنا طمنا حضراتكم بشكل كامل الاماميه لن تبعد معلول، ده حقيقي. تحسن حاله اجايه واحمد فتحي، بقوا بيشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي جدا. فايلر يبرر السفر مبكرا الى جنوب افريقيا، وده طبعا عشان التاقلم على الاجواء قبل المباراه بفتره كبيره عشان تقدر تادي بشكل جيد في الملعب، خصوصا في توقيت المباراه اللي هيكون في تمام الساعه 3 عصرا. وتسلم كمان تقرير عن تفاصيل الإقامة، ده أمر بيبقى طبيعي من الجوانب الإدارية. نروح لخبر آخر من الوطن واللي بتتطرق أيضا لموضوع الإصابات. الإصابات صداع في رأس الأهلي قبل لقاء صن داونز، ما فيش الحمد لله إصابات ولا حاجة، ال20 لاعب الموجودين هناك كلهم جاهزين يا جماعة لمباراة الإياب زيادة في التأكيد. يعني الخطيب يجدد عقد فايلر، ده موضوع سابق لأوانه، ما فيش أي حديث بخصوص هذا الشأن يا جماعة، وده تأكيد مننا لحضراتكم في توقيتات معينة لمثل هذه الملفات. التوقيتات دي أكيد مش دلوقتي، أكيد مش وانت مقبل على مباراة جامدة قوي قوي ومباراة حاسمة في مشوارك الأفريقي، وهو المشوار الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره زي مباراة صن داونز. فبالتالي مفيش كلام في الملف ده حاليا خالص، ممكن يكون لاحقا يعني هنشوف. الأمطار تستقبل البعثة وإقامة التدريبات عصرا للتعود على الأجواء المناخية، وده اللي بيحصل على مدار الأيام الحالية. نروح لآخر خبر معانا من الدستور. الدستور تتكلم في أكتر من موضوع، يعني الجهاز يسابق الزمن لتجهيز معلومة، خلاص بقى القصة دي اتكلمنا فيها. تغطية الأهلي تتحفظ على بكار. رجب بكار خلال الكام يوم اللي فاتوا كده طلع إشاعة أو كلام إن اللاعب وقع للنادي الأهلي. يا جماعة الكلام ده غير حقيقي، ما حصلش. يعني في البعض ممكن يجتهد يحاول يتكلم في الموضوع ده، لكن حتى اللحظه الحاليه وانا يعني بحاول دايما اكد على حضراتكم بخصوص الامور الحقيقيه في النادي الاهلي وده دورنا وواجبنا، رجب بكار ما وقعش النادي الاهلي. ما فيش كلام من هذا القبيل اطلاقا. يعني ممكن لاعب يكون كويس، ممكن يبقى فيه اهتمام، ممكن، الله اعلم، لكن في نفس الوقت ما فيش اي اجراءات حصلت. يعني هو كمان هنا بيقول لك في الخبر ايه، ان في تحفظ على رجب بكار بسبب ان سنه 32 سنه، وان الاهلي بيفكر في باك رايت عشان احمد فتحي لو مشي او لو اعتزل او كلام من ده.
كلام برضو سابق لأوان ومفيش كلام بخصوص رجب بكار إطلاقا. ترحيب بكريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، الكلام ده غير حقيقي برضو. وساعات الناس تيجي تقول لك يا أمير أنت بتنفي وخلاص، وأنت بتقعد تقول لازم الأخبار تنفيها. لا والله خالص وحياة ربنا خالص، لما في حاجة حقيقية ممكن نقول لحضراتكم ده أمر حقيقي. لما الأهلي بيعلن بشكل رسمي نقول لحضراتكم إن الكلام ده حقيقي والدنيا خلصت بشكل رسمي، وده طبيعة عملنا في قناة الأهلي لأن هي قناة ومنبر إعلامي رسمي للنادي، فلازم نبقى ماشيين بالظبط بخصوص الأمور الرسمية يعني. لكن كريم العراقي هل هو في الصورة؟ ممكن يكون الأسماء مطروحة، لكن الأهلي ما بيفكرش حاليا في التفاوض بخصوص هذا اللاعب أو أي لاعب آخر. لكن برضه عشان أأكد على حضراتكم وأبقى منطقي مع حضراتكم، إن في بعض اللاعبين اللي بيبقوا في الليست كده، النادي الأهلي بيبقى حاططهم في الليست، دور من أدوار لجنة التخطيط للكرة، يشوفوا إحنا ممكن المركز ده نبقى محتاجينه، إحنا نجهز نفسنا عشان نعرض على الراجل المدير الفني نتناقش معاه وهو يختار بقى اللي هو شايفه صح والأنسب لمصلحة الفريق. ده دور من أدوار لجنة التخطيط للكرة. لكن حسم بعض الصفقات او بعض الملفات ده ما بيحصلش دلوقتي خالص. الكلام بخصوص الصفقات وكلام من ده لما بتقترب من اي فتره قيد سواء شتويه او صيفيه. احنا خلصنا الفتره الشتويه، داخلين على الفتره الصيفيه باذن الله، وكل ولكل حدث حديث يعني. لكن ما فيش عراقي ولا رجب بكار. تعالوا نروح لاخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. اليوم السابع، قلق بين جماهير الاهلي قبل موقعه صن داونز بسبب بكاري جسام. الفجر الرياضي، الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي للمباريات. سوبر كورة، تخطيط الأهلي تناقش تعديل عقود عدد من اللاعبين. اليوم السابع بتتكلم عن بكاري الجسامة. احنا في اول حلقة النهاردة اتكلمنا بتفاصيل كتيرة وقلنا اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت وتحركات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بخصوص الحكم والاعتراض او التحفظ، خلينا نحط الكلمة صح، التحفظ على ادارة بكاري الجسامة لمباراة صن داونز. كلها تحركات يا رب تكون تحركات كانت ايجابيه. الحكم طبعا هو خلاص مش هيتغير، لكن في نفس الوقت احنا عايزين الراجل ده يبقى محايد في الملعب، يبقى عادل في الملعب، ما يبقاش متعند ضد فريق على حساب الاخر زي ما حصل مع النادي الاهلي على مدار مباريات عديده سابقه ادارها الحكم الجنبي بكاري جسامه للنادي الاهلي. بالتالي انا عايز اقول لحضراتكم، ارصد لحضراتكم عدد المباريات اللي ادارها هذا الحكم للنادي الاهلي. هم عباره عن 8 مباريات في بطوله دوري ابطال افريقيا. اول مباراه كانت بطوله دوري ابطال افريقيا نسخه 2011، كانت الاهلي والوداد في القاهره وانتهت بالتعادل الايجابي 3-3. لو تفتكروا المباراه دي كانت في استاد الكليه الحربيه. 2012 ادار مباراه الاهلي مع استاد مالي وانتهت بفوز استاد مالي هناك في مالي بنتيجه 1-0. 2013 نهائي بطوله دوري الابطال مباراه الاياب مع اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي واللي فاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 2-0، هدفي احمد عبد الظاهر ومحمد ابو تريكه، وقدر النادي الاهلي يفوز باللقب. لكن في نفس الوقت في المباراه دي تم طرد شريف عبد الفضيل من خلال انذارين، لو كان يستحقهم مفيش مشكله يعني، الاهم ما بيبقاش فيه تعنت زي ما اتكلمنا مع حضراتكم. من ضمن كمان المباريات اللي هو ادارها مباراه دور ال 16 مع المغرب التطواني في بطوله 2015 بطوله دوري ابطال افريقيا وفاز المغرب التطواني 1-0. 2017 الزناكو الزامبي دور المجموعات تعادل سلبي كان في مستهل مشوار دور المجموعات تحديدا. و 2017 ايضا مباراه الوداد النهائي اللي هي مباراه الاياب واللي احنا تطرقنا للحديث عنها مع بدايه الحلقه، واللي كان الراجل فيها يعني واضح جدا جدا تحيزه للفريق المنافس من خلال قراراته الغريبه على مدار المباراه. من اهم هذه القرارات طبعا ضربه الجزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي في هذا التوقيت يعني. اخر مباريتين ادارهم مباراه حريه كوناكري لغيني 2018 الاهلي فاز فيها 4-0، ومباراه صن داونز الاخيره السنه اللي فاتت اللي هناك في جنوب افريقيا مباراه الذهاب تحديدا والنادي الاهلي خسر في هذه المباراه. لا عفوا هو ادار مباراه الاياب تحديدا 1-0 لما الاهلي فاز بهدف وليد ازارو، وكان ايضا عنده بعض القرارات الغريبه منهم هدف اجاي اللي ما اتحسبش، منهم ضرب جزاء على ما اتذكر بخلاف طبعا الصفاره الكتير على مدار احداث المباراه يعني على مدار ال 90 دقيقه، وده اللي عطل النادي الاهلي. وكان النادي الاهلي ممكن جدا، مش عايز اقول ممكن بنسبه كبيره لان ده كان امر صعب في الحقيقه يعني عشان نبقى واقعيين، لكن ما تضمنش الكوره فيها ايه. زي ما الاهلي كان خسر ساعتها 5-0 ومحدش كان يتوقع اطلاقا الاهلي يخسر 5-0، كان ممكن الاهلي يكسب في هذه المباراه ايضا بنفس النتيجه يعني. لكن الحكم عطل الاهلي ببعض القرارات. نتمنى له كل التوفيق باذن الله في مباراه الاياب هذا الموسم مع نفس فريق صن داونز. تعالوا نروح للفجر الرياضي.
الفجر الرياضي بتتكلم على ان الاهلي يحدد موعد عوده رمضان صبح المباريات. الاهلي ما اعلنش رسميا عن موعد عوده رمضان صبح المباريات، لكن اللي اقدر اقول لحضراتكم ان العوده قريبا باذن الله تعالى بالنسبه لاحد نجوم النادي الاهلي رمضان صبحي، واللي عودته هتبقى مهمه جدا لمستر فايلر ومهمه جدا للفريق ككل، كعنصر من العناصر اللي اكيد اكيد هتضيف لاداء النادي الاهلي ونتائج النادي الاهلي. نتائج النادي الاهلي ماشيه بشكل كويس جدا في ظل تواجد رمضان او غياب رمضان، مفيش مشكله، الاهلي ما عندوش مشكله لان عنده البدائل الجيده واللي بتبقى على نفس المستوى، لكن عشان نبقى متفقين برضو رمضان حاجه مختلفه شويه، لعيب مختلف عن كل اللعيبه في مصر، امكانيات ما شاء الله بدنيه فنيه كل حاجه، فبالتالي عودته هتبقى اضافه بكل تاكيد للنادي الاهلي. العوده امتى؟ باذن الله قريبا، وقريبا جدا باذن الله تعالى. هل الاهلي اعلن رسمي على الموعد العوده؟ لا، الاهلي ما اعلنش على موعد العوده. هنا الفجر الرياضي بيقول لك ان الموعد هيكون خلال 20 يوم، يعني ده لا اعتقد قبل كده باذن الله تعالى، دون الخوض في بعض التفاصيل. خلينا نروح لسوبر كوره. تخطيط الاهلي تناقش تعديل عقود عدد من اللاعبين، ده ايضا دور من ادوار لجنه التخطيط للكره اللي عندها ادوار مختلفه في الحقيقه، منها دراسه امكانيات اللاعبين، تطورهم، مدى تطورهم، بالتالي لما يتطوروا اللعيبه بتبقى مهمه، اللعيبه بتبقى اساسيه، اللعيبه بترجح كفه الفريق في عدد كبير جدا من المباريات على مدار الموسم، بالتالي بيبقى في كلام على تعديل العقود. فده امر متروك للمسؤولين في النادي الاهلي، لجنه التخطيط مع اداره النادي، كل الكلام من ده هيتم الحديث عنه، لكن في توقيت مناسب. او ممكن التوقيت دلوقتي ما يكونش مناسب للجزئيه دي، لكن كل واحد بيشوف شغله في النادي الاهلي، كل واحد بيرتب ملفاته واوراقه عشان لما يخلص الموسم تبقى جاهز، ما تقعدش لسه تعمل تقارير وكلام من ده، لا انت بتبقى جاهز اول باول عشان تاخد القرارات الانسب اللي تكون في صالح الفريق، وده امر معتاد في النادي الاهلي. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، في اخبار محليه وعالميه معانا نروح نشوفها، يلا. سوبر كوره، تعهد نزاهه شرطا للترشح لانتخابات اتحاد الكره المقبله. فيتو، ايام معدوده لاحمد احمد برئاسه الكاف، وابو ريدا يقترب. الشروق، مبدئيا 30,000 متفرج لمباراه مصر وتوجو في تصفيات كاس الامم. موقع الكابتن، عضو الجبلية يقترح تخصيص راتب شهري لأعضاء المجلس في اللائحة الجديدة. الوفد، اتحاد الكرة يطالب شركة الفيديو بإرسال 10 أطقم سماعات. اليوم السابع، جمال الغندور يشرح الفار للاعبي إنبي والطلائع بعد عودتهم السعودية. صدى البلد، اليابان تعلن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا. يلا كورة، تقارير نقل والدة رونالدو إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية. موقع بطولات، محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة الأفضل داخل ليفربول عن شهر فبراير. الوطن سبورت، في حالة استمرار الدوري الإنجليزي بدون جماهير حتى نهاية الموسم. في الجول، كلوب، ثقتنا في أنفسنا لن تتزعزع بسبب سقوط أمام واتفورد. وأخيرا جول، طلبات ميسي للتجديد 4 صفقات وشرط نسيان الماضي. نبتدي بسوبر كوره، واللي بتتكلم على لائحه الاتحاد المصري لكره القدم الجديده اللي بيتم الاعداد ليها، او اللي تم الاستقرار على نسبه كبيره جدا منها من خلال الاجتماع مع ساره سلمون مندوبه الفيفا خلال الايام القليله الماضيه، مع طبعا اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم. اهم البنود اللي تم الاستقرار عليها موضوع استمرار بند الثمان سنوات، ده هيفضل قائم حد اقصى 70 سنه للترشح لاي عضو، مش اكتر من 70 سنه كسن يعني. تفعيل بند تضارب المصالح، يعني لو حد مثلا بيشتغل في العمل الاعلامي ما يبقاش متواجد في اداره الاتحاد المصري لكره القدم او اي شيء اخر، يعني الجانب التسويقي، لو حد بيشتغل في الجانب التسويقي ما يبقاش متواجد في الاداره، يعني اداره الاتحاد المصري لكره القدم. زياده مقاعد المراه، بدل مقعد واحد يبقوا 2، هم استقروا على 2، كان في كلام انه هيبقى مقعد واحد لكن تم الاستقرار على مقعدين للمراه. هيتم صياغه اللائحه بعد الاتفاق عليها، وبعد كده يتم عرضها على الجمعيه العموميه لاعتمادها قبل الانتخابات، المفروض هتبقى في الغالب في شهر 9 القادم بعد الاولمبياد لو اتلعبت خلال الميعاد المحدد ليها يوم 24 يونيو على ما اتذكر.
خليني اقول لحضراتكم كمان ان توقيع موضوع تعهد النزاهه ده امر تم ايضا الاتفاق عليه، ان لازم انت توقع على تعهد النزاهه قبل الانتخابات لو انت هتترشح، ولو ثبت اي تضارب فبالتالي تخرج من سباق الترشح للانتخابات، يعني ده برضو عشان جزئيه تضارب المصالح. ماشي، خلينا نروح لفيتو، واللي بتقول ان ايام احمد معدوده في رئاسه الكاف وان ابو رضا يقترب. احنا عارفين ان في مشاكل كثيره جدا في الاتحاد الافريقي يعني للاسف الشديد، فبالتالي امبارح كان استقاله معز حجي سكرتير الكاف، وفي كلام كمان ان في اختفاء 24 مليون دولار دون اي مستند، فده امر اكيد هيعجل برحيل احمد، لكن في نفس الوقت بيقول لك ان المرشحين او المرشح الاقوى ان هو يكون متواجد لحد ميعاد الانتخابات يحل محل احمد هو المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للفيفا وللكاف، هو اللي ممكن يقوم برئاسه الكاف لحد موعد الانتخابات القادمه، وما اعتقد خلاص بقى لهم 30 سنه او اقل كمان عن انتخابات الاتحاد الافريقي لكره القدم. نروح للشروق، والشروق بتتكلم على ان مبدئيا كده 30,000 متفرج لمباراه مصر وتوجو في تصفيات كاس الامم الافريقيه. المباراه الاولى هتكون مع توجو يوم 26 في القاهره على استاد القاهره الدولي، طبعا جهاز فني منتخب مصر وكلنا نتمنى ان العدد يكون كتير اكتر من 30,000، لكن حتى الان الموافقات الامنيه 30,000 كعدد مبدئي، ان شاء الله باذن الله يزيد عن كده، خصوصا ان احنا موقفنا صعب شويه، تعادلنا مع كينيا وتعادلنا مع جزر القمر يعني، فلازم ان احنا يعني الجمهور يبقى داعم بشكل قوي جدا في هذه المباراه، ويبقى عدد وافر من الجماهير بيحضر في استاد القاهره عشان يأزر المنتخب الوطني الاول، وده امر غايه في الاهميه. نروح موقع الكابتن، واللي بتتكلم على اقتراح لمحمد فضل بخصوص تخصيص راتب شهري لاعضاء المجلس في اللائحه الجديده، وان خلاص بقى ان هم ينهوا العمل التطوعي زي ما بيحصل في الفيفا، يعني الفيفا نفسها بيبقى في مرتبات شهريه لاعضاء الفيفا ورئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، اعتقد كمان في الكاف في الجزئيه دي، فهو مجرد اقتراح من كابتن محمد فضل، مش عارفين الاقتراح ده هيحصل ولا لا في اللائحه الجديده، هنشوف خلال الفتره الجايه، لان كده كده اللائحه هتتعرض على الاتحاد بعد صياغتها من قبل الفيفا، وايضا تتعرض على اعضاء الجمعيه العموميه. نروح لخبر اخر، اليوم السابع وكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم يشرح الفار للاعبي انبي والطلائع بعد عودته من السعوديه، هو رجع بالسلامه لان هو بيبقى مشغول كتير في الحقيقه، يعني الراجل مش متفرغ، ودي من ضمن السلبيات يعني بصراحه بشكل عام، يعني سواء بقى لجان او اعضاء اتحاد كوره او كلام من ده، يا جماعه مطلوب جدا التفرغ، ولو اقتراح كابتن محمد فضل ده حقيقي ماشي مفيش مشكله الناس تاخد فلوس، بس المهم يتفرغوا لاداره شؤون الاتحاد المصري لكره القدم، يتفرغوا لتطوير الكره المصريه، يتفرغوا للمشاكل اللي للاسف بتحصل كتير في الدوري المصري او في مختلف المسابقات المحليه، يتفرغوا لتطوير المنتخب الوطني، كل الامور اللي تساعد على تطوير الكوره في مصر يعني. فالحقيقه الكابتن جمال غندور مش متفرغ دايما، الراجل عنده شغل يعني في السعوديه. فلما رجع بيشرح الفار للاعبي انبي والطلائع، ده من ضمن طبعا المحاضرات اللي هتكون لكل الانديه في الدوري المصري 18 نادي عشان استعدادا لبدايه الفار وتطبيقه بدايه الدور الثاني باذن الله تعالى. المحاضرات دي حصلت يعني سواء للاعلاميين سواء للاجهزه الفنيه للاعبين داخله للفتره اللي جايه. نروح لصدى البلد، والكلام بقى على طوكيو وفيروس كورونا اللي مخوف الدنيا كلها، يعني ربنا يستر، لكن في نفس الوقت بيقول لك ايه، اليابان تعلن امكانيه تاجيل اولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا. سيكو هاشيموتو دي وزيره الاولمبياد اليابانيه قالت ان في احتمال وفي تفكير ان احنا ناجل الاولمبياد من 24 يونيو لحد شهر ديسمبر، وخصوصا العقد بخصوص الاولمبياد ان هي تكون خلال 2020، خلال عام 2020، فهم هيلتزموا بالعقد بس ممكن يرحلوا البطوله او الدوره من شهر 6 لشهر 12 بسبب تفشي فيروس كورونا. هنشوف اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، احنا عارفين الانشطه يعني تم ايقافها في عدد كبير جدا من الدول زي الصين والمغرب والكويت، وكمان بطوله دوري ابطال اسيا مش شغاله دلوقتي بسبب مش بتقام يعني بسبب تفشي فيروس كورونا. خلينا نروح لموقع بطولات، محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزه الافضل داخل ليفربول عن شهر فبراير. محمد صلاح بيأدي موسم جيد الى حد ما مع ليفربول، ثالث هدافي بطوله الدوري الانجليزي بعد فاردي واجويرو واوباميانج، في حد تاني كمان قبليه، هو عنده 15 جون والمتصدر اللي هو فاردي واوباميانج 17 هدف،
فبالتالي هو ماشي بشكل جيد. شهر فبراير بالتحديد اتلعب 3 مباريات ليفربول في بطولة الدوري، فاز ليفربول في الثلاثة، محمد صلاح قدر ان هو يحرز 3 أهداف، هدفين على ما اتذكر في ساوثامبتون وهدف في ويست هام يعني. فبالتالي اكيد هو مرشح من ضمن عدد كبير من المرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب في الشهر مع فريق ليفربول. نروح للوطن سبورت والعوده لفيروس كورونا والكلام على ان في حاله استمرار الدوري الانجليزي هيكون بدون جماهير حتى نهايه الموسم تخوفا من فيروس كورونا. لسه هم بيدرسوا الموقف واجتماعات بتقام بشكل مستمر في الاتحاد الانجليزي لكره القدم. في الجول وتصريح ليورجن كلوب واللي بيتكلم ان هو واثق جدا في فريقه بعد الهزيمه بنتيجه كبيره امام واتفورد 3-0، وهزيمه كانت مفاجاه جدا لفريق ليفربول وجماهيره، لكن في نفس الوقت قال ان انا واثق جدا في الفريق وواثق جدا ان احنا هنتخطى هذه الكبوه المؤقته للفريق قبل المباريات الحاسمه سواء في الدوري الانجليزي عشان يحسموا بطوله الدوري، ما عايزين 4 مباريات يكسبوها عشان ياخدوا البطوله، وكمان مباراه اتلتيكو مدريد في اياب بطوله دوري ابطال اوروبا اللي بيشاركوا فيها دور 16 تحديدا. اخر خبر معانا موقع جول واللي بيتكلم على طلبات ميسي للتجديد. ميسي عاده ينتهي مع نهايه الموسم، هو طالب ب4 صفقات الراجل، وهو حقه يطلب طبعا، ده احسن لعيب من احسن لعيبه في تاريخ الكوره يعني، وشرط نسيان الماضي يعني. وبيتكلم ابرز طلباته او هو بيتمنى يعني ان يكون في ناس بتساعده على ان هم يحققوا الاهداف المختلفه. احنا شفنا ماتش ريال مدريد وبرشلونه، ريال مدريد فازت 2-0، برشلونه كانوا وحشين جدا في الحقيقه، لكن في نفس الوقت من اهم الامور بالنسبه لميسي وعوده نيمار طبعا من باريس سان جيرمان، والتعاقد مع لوتارو مارتينيز طبعا لاعب انتر ميلان لتعويض الرحيل المحتمل للويس سواريز بسبب كمان الاصابه واكيد كبر سنه وكلام من ده. هنشوف اللي هيحصل مع ميسي ومع برشلونه خلال الفتره الجايه. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ينضم لي الاستاذ الكبير الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي بجريده الدستور للحديث عن بعض الملفات الهامه. استنونا. استاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ رامي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير، عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. عندنا ملفات كتير جدا في الحقيقه عايزين نتكلم فيها، خلينا نبتدي بالنادي الاهلي لان ده الحدث الاهم، وخصوصا ان هي مباراه في الاهميه مع فريق صن داونز. في البدايه نتكلم عن مباراه الذهاب، شايف النتيجه كافيه يقدر النادي الاهلي من خلالها نتيجه 2-0 ان هو يتاهل باذن الله بعد مباراه الاياب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن كانت طبعا مباراه الذهاب من اصعب المباريات اللي قابلت النادي الاهلي، يمكن وده ظهر واضح جدا على توتر اللعيبه في الشوط الاولاني، يمكن ده كان له عده اسباب يا استاذ امير. السبب الاولاني يمكن خساره الاهلي للسوبر المصري في الامارات من الزمالك، ده كان مأثر بشكل سلبي جدا 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 على اللعيبه. يمكن برضو النقطه الثانيه ان في ناس كتير يمكن اتكلمت ان فايلر اداء النادي الاهلي في البطوله الافريقيه غير الدوري، انا شايف غير كده خالص. يمكن النادي الاهلي بيقدم مستويات رائعه سواء في محليا او افريقيا، حتى لو بصينا المباراه يمكن لو الاهلي فاز في مباراه الهلال السوداني كان صعد اول مجموعته، والدليل على ذلك يعني معناه ان اداء النادي الاهلي ربما يبقى في بعض المباريات متراجع شويه، ولكن معناه ان الاداء مختلف بشكل كبير جدا عن ادائه محليا. ويمكن النادي الاهلي يمكن المباراه الوحيده اللي خسرها مباراه النجم الساحلي، يمكن تعرض النادي الاهلي في ظلم تحكيمي في هذه المباراه، كلنا نفتكر طبعا طرد ايمن اشرف وما تبعه من قرارات ظالمه جدا للنادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن النادي الاهلي قدم شكوى في هذا الحكم في وقتها، وبالتالي يمكن كان في ضغوط كبيره جدا. خلينا برضو نقول ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بتفتكر يمكن اللي كانت بتفتكر الهزيمه القاسيه بتاعه السنه اللي فاتت بالخماسيه دي كانت مأثره بشكل كبير جدا، فده كان عمل ضغوط رهيبه جدا واداء وتوتر لاعبي النادي الاهلي في الشوط الاولاني. والحمد لله يمكن ربنا ستر، يمكن في فرصتين اتاحت لصن داونز في الشوط الاولاني، يمكن كوره ياسر ابراهيم يمكن اخرجها بشكل كويس جدا وتعامل مع الكوره بشكل جيد جدا، والكوره الثانيه يمكن لو بتتعاد اكتر من مره ربما كانت لا قدر الله كان تيجي جون في محمد الشناوي. يمكن الشوط الثاني تغير الاداء بشكل كبير جدا، الاهلي ظهر بشكل افضل، يمكن تماسك في خطوطه، الخطوط قربت بشكل كبير جدا، في كل يمكن كان في تراجع مستوى شويه اللعيبه في الشوط الاولاني، الشوط الثاني الاهلي ظهر بشكل كبير جدا، وده يمكن فضل الاول والاخير طبعا بعد ربنا لاجايين. كان اجايين كان الناس بتتكلم كتير على المعلول، ولكن اجايين كان محطه طبعاً مهمه جدا طبعاً جدا جدا النادي الاهلي. واجايين عنده ميزه حلوه يا استاذ امير، هي ميزه وعيب. يمكن الميزه الحلوه فيه ان هما بيبقى في ماتشات بيقدر يكسب النادي الاهلي، ماتشات يعني كبيره ماتشات كبيره، يمكن دايما اجايين ما بيفوق مع النادي الاهلي الاداء النادي الاهلي كله بيتغير. لو هو محطه مهمه جدا بيعرف يمسك كوره، بيعرف يعني بيعرف يروح على الجون، بيعرف يجيب يحرز اهداف، فدي مميزات كويسه جدا لاي لاعب. فبالتالي هو كان محطه مهمه. يمكن علي معلول كان يمكن من اللعيبه اللي انا كنت شايفها في الشوط الاولاني والشوط الثاني اداءها لم يتغير، يمكن علي معلول بذل مجهود
كبير جدا في هذه المباراه، كان اساسي ان هو يمكن كان سبب فوز هنقول لاجاييه وعلي معلول. برضو بادجي قدم مباراه رائعه، يمكن لعب فتره بسيطه جدا ولكن كان ظهر بشكل مميز جدا جدا جدا، حتى ضربه ساعه تقريبا كويس جدا جدا. رغم ايه كمان يعني، انا كنت متوقع قلت بادجي ده لو فعلا لعيب كبير هيقدر يقدم ويظهر بشكل كويس خلال الفتره اللي هي يا استاذ امير. ضربه الجزاء او ركله الجزاء او اللي ضيعها في مباراه السوبر امام الزمالك، ده لو مش لعيب كبير دي جزئيه مهمه، برافو عليك. ده لو مش لعيب كبير ما كانش يقدر يرجع بسرعه جدا ويقدم المستوى الرائع ده. لو لعيب ما عندوش هيتأثر جدا جدا. يعني انا كنت متحفظ جدا يا استاذ امير ان هو يلعب ضربه الجزاء، لسه لعيب جديد في النادي الاهلي، فالمفروض بياخد دفعه معنويه جامده. ضياع ضربه الجزاء لو لاعب مش كبير هيتاثر نفسيا وما كانش هيقدر يكمل مع النادي الاهلي، عشان تعرف يمكن دايما الاهلي جماهيره بتبقى ضاغطه دايما، بتبقى متحمله ضغوط على اللعيبه بشكل كبير جدا. فانت لو بلعيب مش خبره، لو بلعيب مش دولي، لو لعيب ما تقدرش في ثانيه اللي تقدر مش هتقدر ما تاثرش. اللي انا شفته ده في الماتش ده ان هو مسك كوره وبيروح وبيستلم صح وبيمرر صح وداخل والكره اللي خدها دي وضرب الجزاء وراح على الجون بشكل لا لعيب هايل. يعني انا كنت متوقع ان انا كنت متحفظ على حته فايلر ان هو يديله ضرب الجزاء، ولسه الراجل جاي يعني لسه جديد، فالمفروض بيبقى الكره دي لا اما ترفعه السماء لا ترفعه السماء لا اما تنزله الارض، وده حصل. ولكن خبرات اللاعب وامكانيات اللاعب وان هو لعيب متمكن ولعيب كويس جدا واثق في نفسه، فقدر يرجع بشكل كويس جدا. فدي نقطه ممكن ناس كتير تبقى غايبه عن ناس كتير، او لو ممكن يكون لعيبة الكوره تفهم الكلام ده وتبقى الموضوع قريب منهم. فبحييه طبعا على الاداء والاداء الممتاز في هذه المباراه. يمكن النادي الاهلي كنا متعشمين ان تزيد فرق اهداف اكتر من 2، كل ما الاهداف كانت تزيد كان كل ما الموضوع يبقى اسهل. هي المباراه اللي هتبقى هناك هتبقى مباراه صعبه، ولكن كل ما الاهداف بتبقى زياده يبقى 2 احسن من 1، 3 احسن من 2. والميزه في النادي الاهلي برضو ان هو لم تهز الشباك في هذه المباراه. الهدف اللي لو لا قدر الله تم احراز هدف هنا كان هيعمل لك مشكله جامده جدا جدا بره. يعني 3-1 غير 2-0، كل ما تبقى الفرق الاهداف من غير الاهداف ما تحرز في شباكك، فده عامل مهم جدا جدا. النادي الاهلي اتعامل مع المباراه بشكل جيد جدا، يمكن التغييرات اثرت بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي تمكن، وبالتالي يمكن صن داون تراجع بشكل كبير جدا مع هجوم النادي الاهلي الضاغط. النادي صن داونز ما بقاش قدامه خالص الا اللي هو يدافع، ما بقاش قدامه اصلا فرصه ان هو الاهلي فرض اسلوبه في الملعب عكس الشوط الاولاني. عكس الشوط الاولاني كان الاهلي متراجع، الاهلي زي ما قلت لك يمكن سيطرت على لاعب الاهلي التوتر خلال هذه المباراه، في سواء في التمريرات، سواء في تمركز دفاعي، سواء في اداء خلال الشوط الاولاني. الشوط الثاني الحمد لله شفنا اداء مميز جدا. السلبيات اللي كانت موجوده في النادي الاهلي كان بيضغط كويس جدا من نص الملعب. حتى لو لاحظت يا استاذ امير ميزه الفريق الكبير ان هو لو الكره اتقطعت منه بيقدر يستخلصها في وقت قصير، وده اللي كان بيحصل مع النادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن جماهير النادي الاهلي كانت متعطشه لهذا الفوز الغالي، يمكن بعد خصوصا زي ما قلت لك خساره السوبر، وكان فيه يعني ضغوط كبيره على هذه اللعيبه، يمكن وخاصه ماتش صن داونز. كله يتذكر يا استاذ امير، يتذكر الخماسيه، كل جماهير النادي الاهلي بتتذكره. اعتقد ان لعيبه الاهلي اكيد بتفكر في هذا الامر، وبالتالي كانت الضغوط عليهم كبيره جدا. فالفوز بمثابه يمكن خطوه كبيره جدا للنادي الاهلي، ولكن يبقى الشوط الثاني. الشوط هيبقى مهم جدا 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 يا استاذ امير. اعتقد ان النادي الاهلي محتاج بدايه الشوط، اعتقد ان ممكن ربما يحصل تغييرات في المباراه. يمكن علي معلول النهارده يمكن شارك في التدريب، بس شارك بالجري حول الملعب وبالتالي مش عارف بقى هو يقدر يكون جاهز بشكل كبير جدا. اعتقد ان هو من بكره هيشارك بشكل كامل في التدريبات، يعني ده اللي احنا تاكدنا منه يعني ان شاء الله باذن الله. اعتقد يا استاذ امير ان ممكن يمكن في مثل هذه المباريات الصعبه، اعتقد انه دايما فايلر بيعتمد على ايمن اشرف ناحيه الشمال في المباريات اللي بتحتاج، حتى لو معلول جاهز يعني اللي انا معلول من اللعيبه اصبحت من اللعيبه اللي لها اسم وضعت اسم في داخل النادي الاهلي. وبعد المباراه اللي فاتت دي واللي قدمه بالمستوى الرائع بالظهور بشكل جيد جدا، بالعرضيات، بالاهداف اللي جابها، الهدفين اللي جابهم، اعتقد ان هو هيبقى له شأن. بس اعتقد ان دايما فايلر بيجي في ماتش بعض الماتشات المهمه اللي بيبقى بيحاول فيها يامن دفاعيا، بيلعب بايمن اشرف على اساس ان ايمن اشرف في القوه الدفاعيه بتاعته يمكن افضل نسبيا من علي معلول. فدي هترجع للجهاز الفني، هل علي معلول جاهز فنيا؟ واعتقد ان فايلر واي مدرب لو اللعيب مش جاهز بنسبه 100% بدنيا او عنده اي مشكله، وده ماتش مهم،
ما يعني مش هيستحمل فيه مش هيجازف فيه. فهيبدا طبعا ممكن ربما يبدا بايمن اشرف لو علي معلول ما كانش جاهز فنيا. يمكن برضو يمكن سمعنا ان في جاي اشتكى برضو النهارده اتمرن بشكل طبيعي بشكل واحمد كويس. فتحي كذلك الامور كويسه فالحمد لله. يعني اعتقد ان هو لو كان كده ممكن برضو كلام كتير ربما فايلر هل يبدا ببادجي اساسي بعد المستوى الرائع اللي قدمه ويخلي مروان محسن. دي كلها ترجع لرؤيه الجهاز الفني، ولكن هي المباراه هتبقى صعبه يا استاذ امير. المباراه صعبه جدا 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 على النادي الاهلي، والدور الاهم والمهم في هذه المباراه في المباراه الصعبه دي اللي انت تقدر تحافظ في الشوط الاولاني اللي ما يحرزش فيك اهداف. دي اول نقطه، اللي انت تبقى مامن دفاعيا بشكل كويس جدا تمام عشان تقدر تفتح خطوطك قدام سان داونز على ملعبه في ارضه وسط جمهوره. الامور هتبقى صعبه جدا، واتمنى طبعا يمكن من الافضل كمان ان لو النادي الاهلي يمكن احرز هدف في الشوط الاولاني او جاب هدف، اعتقد ان دي الامور هتبقى بشكل مناسب جدا. النادي الاهلي الضغوط هتبقى ازيد على فريق سان داونز، وانت الضغوط النفسيه اللي عليك هتبقى باربعه الامور هتبقى صعبه. فالامور هتبقى صعبه عليك. فاول نقطه بالنسبه لي يا استاذ امير يبقى في تمركز دفاعي. يمكن كان في اخطاء الماتش اللي فات في التمركز الدفاعي. لابد النادي الاهلي الغلطه ربما لو انت غلطت غلطه في الشوط الاولاني ممكن تندم عليها المباراه كلها، وممكن لا قدر الله تبقى سبب في خروجك من دوري ابطال افريقيا. فمهم جدا كل اللعيبه تبقى مركزه، سواء اللي موجودين في خط الدفاع، سواء محمد الشناوي، سواء الروس الحربة اعتقد او المهاجم اللي هيكون موجود. اتمنى اي فرصه تتاح للنادي الاهلي سواء بقى الخط الوسط، سواء من شوطه، سواء يا ريت اتمنى ان هم يستغلوها افضل استغلال. المباراه ديت مباراه الفرص من الصعب اللي انت تعوض معاك. انت لو جالك فرصه مره ومرتين وضيعتها في فرصه استغلها استغلها هتفرق معاك معنويا في هذه المباراه، وخاصه سان داونز هيبدا من اول المباراه. وعندك ميزه يا استاذ امير ان من بدايه من الاولى من اول دقيقه سان داونز هيفتح خطوط عشان عاوز يجيب ثلاث اهداف فيك، فبالتالي هيفتح خطوط وهيبقى بيهاجم بشراسه كبيره جدا. بالتالي السيناريو ممكن اللي يحضره مستر فايلر يكون ايه في تخيلك يعني؟ انا الشوط الاولاني اكيد بص المرحله بتاعت المباراه دي هتبقى فيه سيناريوهات اللي فيها ومراحل فيها. مراحل ان المرحله الاولى دي اللي انت يعني يامن دفاعه بشكل كويس جدا، اللي انت ما يجيش فيك اهداف تمام. فجت فرصه ان في هجمات مرتده اللي انت تقدر فيها تحرز فيها اهداف، فدي هيبقى فرصه كويسه جدا أكيد. ولكن انا يعني انا لو الفايلر انا ما اعتمدش على الهجمه، ما اعتمدش اللي انا اواكب اللي انا ممكن ما اقدرش اواكب الهجمات بتاعتهم، خاصه هيبقى هم عندهم ما عندهمش حل وحيد الا اللي يهجموا بشراسه من بدايه الشوط الاولاني أكيد. فبالتالي انت المفروض هتبقى مامن دفاعين، ولو ربنا كرمك واحرزت هدف في هجمه مرتده او حاجه يبقى ده حاجه كويسه جدا جدا جدا. ولكن في الاول مطالب منك التمركز الدفاع صح، من لمسه واحده الكره ما تستمرش في رجلنا بشكل كبير جدا. الفرقه دي من الفرق كويسه جدا، الفرقه دي عندها من اقوى لعيبه موجوده، عندها حارس مرمى قوي، عندها فريق الفريق الموجود دلوقتي في سان داونز من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا. وبالتالي انت محتاج اللي انت تبقى فايق قوي، محتاج استغلال انصاف الفرص، مركز بشكل كبير جدا من بص من اول صفاره الحكم يا استاذ امين هتبقى مركز لحد النهايه. طول ما النتيجه موجوده انت ما حرزتش اهداف وما فيش دخل فيك اهداف، فعندهم الفرصه متاحه ان هم في اي وقت ممكن يحرزوا هدفين. فبالتالي هتبقى معنوياتهم عاليه جدا، وبالتالي انت محتاج تركيز كامل، محتاج خط الدفاع يبقى يكون فايق، محتاج تعامل الشناوي مع خط الدفاع من ورا يبقى مفوق اللعيبه على طول، في اي اخطاء يبقى مفوقهم. العرضيات برده بتمثل خطوره كبيره على النادي الاهلي، محتاج التمركز الدفاع من خط الدفاع بشكل كبير جدا، محتاج المجهود، محتاج الروح بتاعت احمد فتحي يمكن لو الروح بتاعت احمد فتحي موجوده في 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 مصر كلها بروح احمد فتحي بغيرته على النادي الاهلي، بغيرته على قميص النادي الاهلي، اعتقد ان اي 11 لاعب اللي هيكون موجودين في الملعب لابد ان يبذلوا اقصى ما لديهم اذا اراد النادي الاهلي الفوز، وان شاء الله ويكون حليفه الفوز باذن الله. لابد ان هو يركز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، والتوفيق ده بتاع ربنا، ممكن تعمل اللي عليك وما يبقاش فيه توفيق بالزبط. ولا هي كره القدم كده. ولكن الجماهير استاذ امير بتزعل من النادي الاهلي ليه؟ او بتزعل من اي نادي كبير ليه؟ او جماهير اي نادي بتزعل ليه؟ لو وجدت ان انت حسيت ان انت قصرت، ولكن هي كره القدم فيها توفيق وعدم توفيق. انت ممكن تعمل اللي عليك وتبقى مغلوب ولكن الجمهور راضي عن ادائك، وممكن تبقى فايز والجمهور مش راضي عن الاداء، وده بتحصل كتير جدا مع النادي الاهلي. فبالتالي النادي الاهلي مطالب ان هو يعمل اللي عليه، لعيبته تبقى مركزه بشكل كبير جدا، واعتقد ان شاء الله يعني اتمنى يمكن حسين الشحات يمكن الفتره اللي فاتت دي يمكن يعني مش مستوى مش في التوب فورم بتاعته حاسس ان هو عنده جهد كبير جدا وكثره المشاركات خلال الفتره اللي جايه. اتمنى ان جيرالدو يلعب مكان جيرالدو، لعيب سريع
لعيب عنده مهارات، لعيب احتكاكاته قويه في هذه المباراه يمكن، وبيدافع كويس وبيهاجم كويس. فانت محتاج الكره لو 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 معاك هو هيقدر يهاجم بشكل كويس جدا، لو الكره الهجمه لفريق صن داونز ممكن يدافع بشكل كويس جدا. انا اتمنى، وخاصه هو فايق، بس هو طبعا هو خرج من الماتش اللي فات، ودي يمكن الفايلر دايما معودنا ممكن يلعب هو لاعب اساسي وبعد كده في ماتش بعده بس خلينا ناكد على جزئيه مهمه جدا، ان وارد اي لعيب في فتره من الفترات ما يبقاش فورمته ويقعد فتره طويله شويه كده. مشكله احنا بنقول اجهاد، هو اجهاد مكسر المشاركات، اجهاد اسباب مختلفه، لكن ان شاء الله نتمنى سواء حسين الشحاتي يبقى يعني ممكن تبقى المباراه الجايه لو لعب اساسي مباراه الفوقان بالنسبه له. صحيح يرجع حسين الشحاتي، احنا بنتكلم بس على اجهاد، لكن في ثقه كبيره جدا كمستوى فني ما فيش حد يختلف على حسين الشحاتي، ولكن ساعات بتمر انت مش موفق، اجهاد عندك من كثره المشاركات، فده طبيعي يعني، ده ممكن تحصل مع اي لاعب، فده مش معناه بيتقلل من حسين الشحات او اي لاعب اخر. ربما ساعات انت كلاعب كوره بتبقى في فتره وعالي قوي وفتره ثانيه محتاج ان انت مثلا يعني ما تشاركش، او تبقى تاخد راحه نفسيه او تاخد راحه بدنيه ليك وبترجع تفوق ثاني. فده اللي ما بيقللش من حسين الشحات، من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، وطبعا مقدم مستويات رائعه من بدايه الموسم، ولكن الفتره اللي فاتت دي يمكن مستواه متراجع شويه، ربما يكون للاجهاد وكثره المشاركات مع النادي. ان شاء الله يوفق خلال الفتره الجايه مع الفريق، وطبعا في المباريات الحاسمه اللي زي دي يكون موجود ويكون في يومه باذن حسين الشحات وكل لاعبي النادي الاهلي باذن الله تعالى، لان الهدف كلنا مستنيينه وهو هدف التاهل لدور نصف النهائي. اهميه السفر المبكر بالنسبه للنادي الاهلي في وجهه نظرك ايه؟ وخصوصا المباراه الساعه 3 برضو زي السنه اللي فاتت كده، وتوقيت مش متعود عليه كل اللاعبين المصريين يعني بشكل عام. هي المباراه طبعا انت عارف ان هي مباراه صعبه، والنادي الاهلي بيتطلع ان هو يفوز فيها ويوصل للدور قبل النهائي، فبالتالي انت محتاج يعني ايه تخلي كل الاجواء اللي موجوده داخل النادي الاهلي اجواء مناسبه، فبالتالي ان انت تسافر بدري وتتعود على الاجواء هناك ده مطالب جدا، وخاصه الاكسجين هناك مش زي هنا، فبالتالي ان انت كانت قرار طيب جدا جدا مجلس اداره النادي الاهلي او من الجهاز الفني ان هو يسافر بدري، هياخد على الاجواء هناك، هيبقى يعني طول ما قدامك وقت كافي، طول ما قدامك عده ايام كده ان انت تقدر تاقلم اللعيبه على الجو اللي هناك، فده قرار مناسب جدا جدا للنادي الاهلي. وطول ما انت بتسافر بدري اليوم غير يومين غير ثلاثه يا استاذ امير، فاعتقد ان هو قرار مناسب جدا جدا للنادي الاهلي ان هو يكون موجود، فرصه طيبه ان هو يتعود اللعيبه على الاجواء داخل جنوب افريقيا، وطبعا احنا بنتمنى النادي الاهلي ان شاء الله التوفيق في هذه المباراه باذن الله. الاهلي يكون موفق في مباراه غايه في الاهميه باذن الله تعالى. بالتالي عايز اتكلم معاك شويه عن التشكيل. البعض بيحاول يعني يتنبأ بفكر مستر فايلر، هيفكر ازاي، هيشتغل ازاي. في ناس قالت لك ممكن فايلر يلعب في مباراه زي دي بثلاثه في نص الملعب عشان يحكم السيطره على نص الملعب من بدايه المباراه، البعض يقول لك لا، لو الاهلي لعب بطريقه زي دي هيدافع بشكل كبير، فبالتالي هيبقى معرض اكتر ان هو يستقبل اهداف. في رؤيتك تتوقع مستر فايلر يعمل ايه، وتتوقع التشكيل يكون عباره عن ايه؟ اعتقد ان تشكيل مباراه الذهاب هو الاقرب لتشكيل مباراه الاياب. هو التشكيل لا هي ممكن ربما حسب زي ما قلت لك كده، كان علي معلول لو مش جاهز فنيا ربما يتم الدفع بايمن اشرف ناحيه الشمال. لو مش جاهز علي معلول ولا حتى لو جاهز؟ لا انا بقول هو فايلر في الماتشات الصعبه او في ماتشات كتيره جدا كان بيعتمد الماتشات اللي هي بتبقى بره خارج اللي بيحتاج بينها التعادل او 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 او, أو النتيجه بالنسبه له مهمه، او ان هو حاسس ان الفريق اللي قدامه قوي محتاج منه ان هو ما يخسرش منه. كان بيلعب بايمن اشرف ناحيه الشمال. فبالتالي دي هترجع لرؤيته، يعني وارد جدا سواء بقى علي معلول جاهز او مش جاهز، وارد جدا ان هو ممكن يلعب بايمن اشرف. احمد فتحي اعتقد زي ما هو هيكون موجود، الشناوي طبعا متولي، ياسر موجود زي ما هو، ياسر من ياسر برضو لابد ان احنا طالما جت سيرته من افضل اللعيبه، ما شاء الله عليه دماغه يعجبك بيعجب الليبرو، او هو مش ليبرو خط الدفاع الليبرو جبنا اللعيب اللي هو خط الدفاع قلب الدفاع ده اللي بيمسك الكوره، هو دماغه حلوه قوي في الكوره قوي قوي قوي، ما بيستعجلش، مش متهور. لا هو في ميزه مهمه جدا في ياسر ابراهيم. لو تفتكر يا استاذ رامي، ياسر ابراهيم مع بدايه الموسم مع بدايه تولي مستر فايلر ما كانش بيلعب بشكل اساسي، وكان كلام كتير جدا في الصحف ان ياسر ابراهيم الراجل مش مقتنع بيه، اصل هو ما بيعرفش يطلع بالكوره، اصل هو مش عارف. الولد مركز في الكلام ده خالص، ركز على تعليمات المدير الفني وركز على كيفيه تطوير امكانياته. لما اتطورت امكانياته وقدر ينفذ التعليمات بالحرف وبالشكل اللي طلبه المدير الفني، بقى موجود في الملعب وبقى بيتالق كمان. فدي ميزه وعقليه مهمه جدا مش موجوده عند ناس كتير في الحقيقه، ودي ميزه في اللعب طبعا. في لعيب تاني
بيتأثر بالضغوط. ربما أنا بعيد عن التشكيلة الأساسية، ولكن أنا لو عندي إمكانيات هايلة وبتعلم المدرب بتاعي وبستمع له وبشوف إيه هو محتاج إيه وبركز في تدريبي بشكل كويس جدا، في أي وقت ممكن يتم الدفع. وده حصل مع ياسر إبراهيم، قدم دلوقتي بقى أصبح من أفضل اللعيبة اللي موجودة في هذا المركز وقريب جدا من منتخب مصر، قريب جدا كمان. جدا لأن هو ممكن يتواجد لو حتى لعيب عاقل، حتى الكرة اللي شالها لو افتكرنا الكرة اللي شالها من مهاجم شالها هو في خط المنطقة، لو واحد للتاني ممكن كان يعمل تاكلينج وضرب الجزاء حصل مشكله للنادي الاهلي، وكانت حصلت مشكله في وقت توقيت زي ده. كان ممكن اللعيب لو مش مركز، لو لعيب ما عندوش خبرات كبيره جدا، كان ممكن يعمل لك مشكله ويطرد، وكانت تحصل لك مشكله طول المباراه. يعني لو النادي الاهلي لا قدر افتقد ياسر ابراهيم ضربه جزاء يبقى خلاص هدف وطرد، كمان كانت الامور صعبت على فايلر واللعيبه والجهاز الفني. فبالتالي اعتقد ان يمكن التشكيله الاساسيه هي هتبقى هي اللي موجوده، يمكن بس يمكن كلامنا على علي معلول او ايمن اشرف. واعتقد ان ممكن ربما جيرالدو ممكن يلعب مكان حسين الشحات لو مش جاهز فنيا، او اشتكى كان برضو على سامعين ان هو عنده مشكله برضو. فممكن جيرالدو، وانا شايف ان جيرالدو في هذه المباراه قد يكون هو الافضل في هذه المباراه، ولكن مش معناه ان حسين الشحات زي ما قصدك عشان السرعات، يعني سرعات والتحامات قويه وعنده ميزه كمان ان هو بيدافع، فانت عاوز تستغل لاعب عنده امكانيات الدفاع اللي بيهاجم كويس وبيدافع. هذه المباراه هتبقى صعبه جدا جدا جدا. فريق صن داونز من افضل الفرق اللي موجوده في القاره، دي اول خسارته في هذه المباراه، كانت اول خساره له في البطوله. صح. تاني حاجه، دي في الاربع سنين الاخرانيين دولت ما خسرش فرق هدفين في بطوله افريقيا خالص. يعني كان الفرق الخساره حتى لو خساره بهدف بالكتير، ودي بيدلك ان انت بتلاقي فريق قوي وشرس. فبالتالي انت محتاج مجموعه من افضل اللعيبه اللي تقدر تتعامل مع هذه المباراه. اولا جيرالدو كمان مريح الماتش اللي فات، فما عندوش مشكله فنيه ولا بدنيه، فاعتقد ان هو ممكن يدفع بيه. بادجي يمكن قدم افضل نص ساعه اللي شارك فيها، كان مقدم بصوره كويسه جدا، ورغم ذلك يمكن مروان محسن ناس كتير انتقدته. مروان محسن عامل يعني عامل كورتين بهدر مش اي فعلا راس حربه مهم، ولكن هو ما فيش علاقه وبيستحوذ على الكوره كويس وكلام هو بس ما فيش علاقه حب ما بينه وما بين بعض الجماهير لا عدد من الجماهير. ودي حقيقه، دي حقيقه. يمكن هو بص يا استاذ امير، هو دايما راس الحربه مطالب ان هو يجيب اهداف، تفرق كتير جدا مع اللاعب. ممكن تعمل كل حاجه في المباراه ما تجيبش اهداف، فالجمهور يبقى زعلان منك، عشان انت وظيفتك الاساسيه بالنسبه للجمهور والنادي اللي انت بتلعب فيه او مركزك اللي انت بتحرز اهداف. بالتالي بس مروان محسن انا شايفه ان هو كان مقدم مستوى اضطراع، كان عمل هيدر عدد اثنين هيدر في وكان يعني ما يجيبهمش الا فعلا راس حربه فاهم. فبالتالي برضو احنا يعني الناس كتير يعني محمله مروان محسن. اعتقد مروان محسن محتاج بس عوده الثقه له، لو عوده الثقه له بكم مباراه يحس في اهداف الشكل هيختلف. اعتقد برضو راس الحربه برضو هيختلف بقى، ده هيرجع برضو لرؤيه الجهاز الفني، هل يبدا ببادجي اللي هو تالق في المباراه الماضيه وكان عامل اساسي في فوز النادي الاهلي، ولا يبدا بمروان محسن ويديه ويدي بادجي الشوط الثاني. دي هترجع لرؤيه الجهاز الفني. وايان يعني سواء مروان سواء بادجي سواء جيرالدو سواء حسين الشحات سواء معلول سواء ايمن اشرف، اعتقد النادي الاهلي كل لعيبه النادي الاهلي الرجاله عارفين قيمه القميص اللي هم بيلعبوا بيه، عارفين اهميه هذه المباراه، عارفين ان هم كل الجماهير النادي الاهلي منتظره يمكن تعويض الخساره السنه اللي فاتت، منتظرين باي شكل ان هم يصعدوا. واعتقد النادي الاهلي بشكل كبير جدا لو عدى المرحله صن داونز دي هتبقى سهله جدا جدا ان هو ممكن يوصل للمباراه النهائيه. يعني اعتقد صن داونز من اصعب الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه، هو يعتبر اصعبه من اصعب فرقه موجوده من وجهه نظرنا في الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه مع النادي الاهلي هو صن داونز. اعتقد النادي الاهلي لو قدر يعدي المرحله دي ويعدي المباراه ديت هيبقى الامور سهله بالنسبه له يوصل للمباراه النهائيه، والنادي الاهلي يعني عنده خبره كبيره ان هو ممكن يقدر يخلص المباراه النهائيه. خلي بالك المواجهه في قبل النهائي باذن الله لما نتاهل باذن الله تعالى هتكون مع الوداد. صحيح فمواجهه طبعا صعبه جدا. انا من وجهه نظري انا الضغوط اللي عليك مع صن داونز واللي تتعرضت لها الفتره اللي فاتت دي والخساره بتاعت السنه اللي فاتت مأثره نفسيا، اعتقد النادي الاهلي لو فاز وعدى دافع معنوي جدا كويس. اعتقد النادي الاهلي لو حد المرحله دي مش هيهمه مين اللي هيقابله بعد كده. طيب انا عايز اسالك سؤال، الفتره اللي فاتت مع مستر فايلر يعني ناس كتير جدا كانت بتشيد مستر فايلر مدير فني كويس، مدير فني على قد طموحات النادي الاهلي وكل الكلام الحلو ده، لكن كانوا بيضيفوا كلمه في الاخر يقول لك ايه، اصل هو ما لعبش مباريات كبيره، اصل هو ما فيش اختبارات صعبه خدها، هنحكم عليه في الادوار الاقصائيه في طول دوري ابطال افريقيا. هل فريق صن داونز فريق كبير ولا لا؟
ده فريق من اكبر الفرق اللي موجوده في افريقيا، ما فيش حد يختلف على ذلك. بالتالي هي مباراه صعبه ولا لا؟ صعبه جدا جدا جدا. بالتالي مستر فايلر تفوق وفاز ولا لا؟ ما هو ده اللي انا لسه كنت بقوله يا استاذ امير. دايما الناس بيقولوا لا، احنا لعبنا فرق كبيره برضو مع بدايه الموسم. قال لك اصل احنا كنا لسه بدايه الموسم، يعني الاهلي كسب الزمالك مثلا في بدايه الموسم في السوبر. قال لك لا، اصل ده لسه مش اختبار حقيقي لفايلر، يعني نادي الزمالك نادي كبير وانت قدرت تتفوق. استاذ امير انا قلت لك الاهلي، خلينا نرجع لمباراه الهلال السوداني، المباراه الاياب اللي كانت في السودان. تمام. النادي الاهلي كان فاز 1-0 في هذه المباراه، صحيح؟ تمام. وتعرض وحصل ازمه وحصلت مشكله، الجمهور نزل، واللعيبه يمكن تعرضت لضغوط نفسيه كبيره جدا لما الجمهور نزل. النادي الاهلي تعادل في هذه المباراه. النادي الاهلي لو فاز في هذه المباراه يا استاذ امير كان صعد اول مجموعته، فما فيش اختلاف. ربما يكون الاداء متراجع شويه عشان انت بتقابل فرق اقوى من 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 الدوري المحلي، وده طبيعي. انا مش هقدر العب 20 مباراه، يعني مثلا 16 مباراه في الدوري او 15 في مباراه في الدوري النادي الاهلي لعبهم، ونعتبر 7-8 مباريات مثلا في دوري ابطال افريقيا، استحاله مستوايا في كل المباريات ده هيبقى ثابت. طبعا في اكيد في تراجع. يعني اكيد في ماتشات في الدوري الاهلي ما كانش يطب فيها، قدر يفوز وقدر يستحوذ ويكون ويحصل على العامه الكامله. ولكن ده مش معناه ان الاهلي وحش في افريقيا وحلو محليا، لا. كل مباراه ولها تشكيلها، كل مباراه ولها ظروفها. النادي الاهلي من افضل الفرق اللي موجوده، لا بيقدم كره، بيقدم مستويات رائعه سواء على المستوى المحلي وافريقيا. زي ما قلت لك يا استاذ امير، لو فاز النادي الاهلي في مباراه الهلال، وكان اعتقد الضغوط اللي تعرضها للنادي الاهلي وما كانش حصل الازمه والجمهور نزل في جماهير الهلال السنه نزلت الملعب وحصل ازمه، كان الاهلي وارد جدا ان هو يفوز في هذه المباراه وكان هيصعد اول. فما فيش فرق، الفرق ممكن يكون في فرق بس مش فرق كبير. الناس بتقول لا، فايلر موجود من افضل المدربين موجودين في الساحه الرياضيه المصريه، مفيش حد يختلف على هذا. ولو اي مدرب موجود سواء في النادي الاهلي، مش انا بتكلم كده عشان انا في قناه النادي الاهلي، لا، فايلر مع النادي الاهلي مختلف. ارقامه بتتكلم عنه مش محتاج. صحيح صحيح. يعني فلا، فايلر مدرب عالي جدا، عارف امكانيات كل اللعيبه اللي موجوده فيه. عنده ميزه كمان يا استاذ امير، ان هو قادر يحوط الفرقه، رغم ان في ناس كتير بتبعد عن التشكيل وبعد كده ما فيش غضب بقى، ما فيش مشكله حصلت، ما فيش حاجه، فقدر يساعد. تاني حاجه، نقطه مهمه يا استاذ امير، هدوءه اللي خارج الملعب ده بيمثل اهميه كبيره جدا جدا للعيبه. راجل هادي جدا، يعني من يعني انا فعلا كل المدربين اللي هتلاقيها موجوده ممكن ينفعل في كوره، ينفعل في هجمه، ينفعل في كوره تضيع، ينفعل في ضياع ضربه جزاء، ولكن فايلر بيقدر يتعامل مع كل الكور حتى اللي بتيجي النادي الاهلي او فرص بتضيع بهدوء بشكل كبير بالزبط. جدا حتى في المؤتمرات الصحفيه هادي وهو بيتكلم هادي، فده بيرجع لشخصيه مدرب. ده بياكد لك ان ده مدرب عالي جدا جدا. وخلي بالك يا زميل، طول ما انت تبقى هادي بره ده بيأثر على اللعيبه اللي موجوده عندك. لو انت مدرب متوتر والتوتر ده ظهر عليك بشكل كبير جدا في الماتشات، هتأثر على اللعيبه. حتى لو اللعيب هيقدر يقدم مستواه 80% مش هيقدم 50%. فدي مميزات لابد ان احنا نشير ليها. طبعا من افضل المدربين. المباراه اللي جايه دي يعني مباراه مهمه جدا 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 له، مهمه جدا جدا للعيبه، مهمه جدا لجماهير الاهلي. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يرجع من هناك وهو فايز او متعادل ان شاء الله، وهو متاهل باذن الله. متاهل باذن الله. طيب بالتالي الثمان فرق شايف رأسهم ازاي في التاهل؟ يعني عندك الزمالك فاز على الترجي 3-1، الاهلي على صن داونز 2-0، الوداد فاز على النجم 2-0، والرجاء فاز على المذيب 2-0. شايف الفرص ايه؟ الفرص اعتقد ان يمكن نادي الزمالك فرصه وحظوظه كويسه جدا، ثلاث اهداف بالنسبه له احرزها هنا برضه هتبقى فرصه كويسه. اتمنى له طبعا التوفيق، فريق مصر طبعا اتمنى له التوفيق. اعتقد برضه الرجاء فرصه كويسه، كل الوداد طبعا فرصه كويسه بالفوز. الفرص كويسه لكن هي قائمه للفرق متساويه. انت عندك لسه في مباراه الاياب دي تأثر معاك بشكل كبير جدا. كل اللي خسر في مباراة الذهاب خارج أرضه وارد جدا إن هو يعوض على أرضه وسط جمهوره. يمكن لما بتلعب مع جمهورك بيديك 50% دافع معنوي كبير جدا. يعني الجماهير مع النادي الأهلي في الماتش اللي فات أثرت، يعني كانت دافع معنوي كبير جدا. أتمنى طبعا إن الجمهور يزيد الفترة اللي جاية ديت في البطولات الأفريقية. طبعا بطولة الدوري أعتقد الأمور صعبة جدا جدا إن الجمهور يرجع فيها، ولكن أتمنى طبعا من الأمن إن هو دايما يبقى في تدعيم قوي جدا منه لمباراة النادي الأهلي نادي الزمالك وكل الفرق اللي بتشارك سواء في الكونفدرالية أو بطولة دوري الأبطال. قبل ما أختم عايز أتكلم معاك في بعض الملفات سريعا، بخلاف طبعا استعدادات النادي الأهلي لمباراة صن داونز وهذه المباراة المرتقبة، لكن عايز اتكلم في ملفات اخرى بتخص الكره المصريه بشكل عام. العقوبات بتاعه مباراه السوبر ايه اللي هيحصل فيها خلال الفتره الجايه؟ بص يا زميل، منذ اعلان القرارات يمكن كان في نيه كمان ان هم العقوبات دي تبقى اكتر من كده، اكتر يعني العقوبات اللي تم الاعلان عنها سواء في الاهلي او في الزمالك. يعني كان ان هم يعلنوا يعني اشد العقوبات سواء عن النادي الاهلي او على الزمالك. وكانت النيه اللي موجوده
لن يتم تخفيف اي عقوبات اصدرتها لجنه الانضباط. بس اشد من كده يا استاذ رامي ايه؟ يعني اشد من كده على كهربا مثلا ايه؟ ايه اللي اشد من كده؟ رغم ان حجم الخطا مثلا ما يساويش حجم الخطا اللي عمله لاعب الزمالك شيكابالا. هو كهربا عقوبتي دي يعني اعتبر دي اشد عقوبه اتعملت في. انا كان نفسي بس يا استاذ امير لجنه الانضباط يعني القرار اللي عاوز تشوف ما فيش مشكله بالنسبه لها، بس ولكن كان يبقى في حكمه شويه في في بعض القرارات. يعني يمكن خلى النادي الاهلي ضده ومنطقيه خلى نادي الزمالك ضده بسبب العقوبات. يمكن النادي الاهلي وكهربا الواقع اللي حصل ايه اللي اتشاف في فيديو او اللي ممكن تقدر من خلاله تقول ان كهربا عمل مشكله جامده قوي 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 عشان تعاقبه نهايه الموسم. لا، العقوبه كانت شديده جدا على كهربا. خلينا في المقابل كان لازم شيكابالا تبقى عقوبته على اقل تقدير زي عقوبه مثلا امام عاشور. يعني هي كانت انا من لجنه الانضباط لو انت هتدي شيكابالا 8 مباريات كانت ضد كهربا 8 مباريات وكانت ما كانش هيبقى فيه مشكله. واعتقد لا كانت هتبقى فيه مشكله برضه، واعتقد ان ما لان فعل شيكابالا ده ما ينفعش 8 ماتشات بس المشكله ما كانتش هتبقى مشكله كبيره زي ما توقفوا نهايه الموسم. يعني انت حتى لو 8 مباريات وقدمت تظلم وتخففت الاربع مرات كانت الامور تبقى قريبه، ولكن انت اما تديله لنهايه الموسم اعتقد ان ما فيش قدام لجنه التظلمات دلوقتي اللي ممكن تخفف العقوبه ل 8 مباريات او 10 مباريات، فالنتيجه برده هتبقى كبيره. وخلي بالك اللي هيحصل ايه بقى؟ القرار يمكن من بعد الازمه اللي حصلت في مباراه السوبر واللي حصل في مباراه السوبر كان في غضب كبير جدا 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 داخل اتحاد الكره مما حدث. المنظر اللي اتشاف ده كان منظر فعلا يعني الناس زعلوا منهم، كلنا زعلنا على اللي حصل، خاصه ان انت بتلعب في دوله شقيقه دوله الامارات. يعني قدمت كل اللي هيحصل يا استاذ رامي ايه؟ اللي هيحصل تخفيف في العقوبه بتاعت كهربا، ووارد جدا عقوبه امام عاشور يتم تخفيفها ان هو لعيب صغير وممكن تبقى دي اول غلطه بالنسبه له فممكن تخفيفها. شيكابالا الامور اعتقد انها تبقى الامور صعبه، ما تقوليش هتتخفف كمان بتاع شيكابالا. لا لا لا، اعتقد الامور هتبقى صعبه. بس خلي بالك يا زميلي، منذ اعلان القرارات من بدايه القرارات كان في نيه مبيته ان هم لا يتم تخفيف اي عقوبه موجوده سواء لشيكابالا سواء لامام عاشور سواء لاداري نادي الزمالك سواء لمحمود كهربا، ولكن الضغوط اللي تعرض لها اتحاد الكره الفتره اللي فاتت ومطالبه النادي الاهلي بحقه في هذه الازمه وتهديده بالتصعيد ضد اتحاد الكره وفي بعض المسؤولين دخلوا عن الرياضه المصريه في الازمه دي، فاعتقد ان في وعد كبير جدا ان هم ربما يتم تخفيف العقوبات خلال الفتره الجايه، وتخفيف العقوبات من خلال لجنه التظلمات وليس من خلال لجنه الانضباط. طيب بس عشان الناس ممكن تكون بتفسر كلامنا ان احنا بنتحيز زياده عن اللزوم، او عشان شيكابالا بنقول لازم يتعاقب بعقوبه اكبر من كده، يبقى احنا كده يعني ضد نادي الزمالك، او بنتكلم بصوره سيئه عن نادي الزمالك. احنا بنتكلم على تصرف فردي لفرد في نادي باسم نادي الزمالك مثلا، لكن كل الاحترام والتقدير لكيان نادي الزمالك، ده امر مؤكد يعني في كل الاحوال. يا استاذ رامي نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ استاذ رامي رجب الناقد الرياضي بجريده الدستور، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره استمرار لمتابعه استعدادات النادي الاهلي لمباراه الصن داونز ومباراه الاياب باذن الله، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. هنستمر مع حضراتكم على مدار الايام القليله المقبله حتى موعد اللقاء باذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، بكره حلقه جديده، استنونا، الى اللقاء. إن شاء الله نعيش.